<applause> بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. ردود فعل كبيره وكثيره جدا على حلقه امبارح واللي خصصناها لشرح ومناقشه موضوع اللعب المالي النظيف، قانون اللعب المالي النظيف. طبعا سعيد جدا ومبسوط ان حلقه امبارح تسببت في تحريك المياه الراكده في موضوع مهم وخطير تابعت ومعايا فريق العمل الحقيقه كل ردود الافعال سواء من الجمهور او من مسؤولين في انديه او حتى مختصين بالتسويق والاداره الرياضيه وردود افعالهم على حلقه امبارح بس لقيت كذا حد يعني بيتكلم بيقول ان اسلام الشاطر بيتكلم عن نادي كذا ونادي كذا انا امبارح ما جبت سيره حد بالمناسبه انا قلت اسم نادي انا ما قلتش اسماء انديه ولا جبت سيره حد خالص ولا قلت اسم لعيب ذكر انتقل من نادي الاخر ولا هذا الكلام الحقيقه كلام غريب جدا جدا من امبارح ولكن انا بالنسبه لي الموضوع مش فارق كل اللي بيحصل ده انا مبسوط منه جدا جدا بالمناسبه اولا لان حسيت قد ايه ان جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر قناته وفي ظهر اعلامه دي اهم حاجه بالنسبه لي خلي بال حضراتكم الباقي كله واللي عمالين يقولوه واللي عمالين يطلعوا يرددوه ويقولوه الكلام ده كله ما بيتقالش غيره كلنا زهقنا من هذا الكلام وكلنا تعبنا من هذا الكلام ومحدش بيبص لك على كلامك احنا بنبص على الكلام ونضحك بنضحك والله يعني احنا انا شخصيا مش هتكلم على حد ولكن انا شخصيا في بعض الاوقات في كلام بلاقيه بقعد اضحك او لما بحب اضحك اجيب الكلام ده عشان اضحك عليه لانه كلام غير منطقي وغير حقيقي ومردود عليه بكل, ال... بكل بحاجات كتيره جدا لكن انا انا موجود هنا مش عشان ارد عن حاجه تخصني لكن ردود الافعال على حد... على حلقه امبارح مثلا خلينا ناخد الكلام المحترم الكلام اللي ممكن اتناقش فيه مع البعض بعض اصدقائي بعتولي وهم ما بيشجعوش النادي الاهلي بالمناسبه معظمهم من اهل اسماعيليه ومعظمهم ما بيشجعوش النادي الاهلي فبعتولي لي قالوا لي يعني طب يا عم اسلام انت عمال تتكلم وتقول اللعب المالي النظيف هو انت ليه ما بتتكلمش على النادي الاهلي بالمناسبه انا ما كنتش بتكلم غير على 18 نادي انا ما كنتش بتكلم عن النادي الاهلي ولا على نادي فلان ولا على نادي علان خالص انا كنت بتكلم بشكل عام بشكل عام يعني 18 نادي اذا انا بتكلم عن النادي الاهلي ولكن خلينا اجاوب لحضراتكم على بعض الاسئله اللي جات لنا من امبارح للنهارده اسئله محترمه طبعا الكلام الـ 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 الغير حقيقي اللي بيتقال هو كلام انا مش هرد عليه دلوقتي هرد عليه في حته تانية خارج قناه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه هحاول اطلع مع حد تاني ارد على الكلام الغريب اللي بيتقال ده يعني كلام الحقيقه مهم يعني طيب خلينا بس نشوف الاهلي جاب صفقات بكام ولاعيبه بكام والكلام ده كله اولا انا مبسوط جدا بالتفاعل الكبير لانه حوار في صالح الكره القدم المصريه حوار في صالح كره القدم المصريه بس هو انا برضو يعني ليا سؤال واتمنى ان الناس تفكر فيه قبل ما تجاوب قبل ما تجاوب مش ما مش لما فريق معين يعمل يعمل صفقه الاقيهم بعتين لي تاج على الفيسبوك ويقولوا لي احنا عملنا يا عم ما تعملوش صفقات عشان الاسلام الشاطر بالعكس والله انا هتبسط لما الاقي نادي كبير كان كان حاله يعني كانت اموره صعبه جدا ما حدش في بتريقه بالمناسبه انا بتكلم بجد نادي كبير جدا جدا نادي الاسماعيلي ده نادي كبير نادي عظيم جمهوره كبير وجمهوره عظيم وكل احترام ليهم وكل حاجه ولكن وانا لما الظروف اللي حصلت للنادي الاسماعيلي السنه اللي فاتت ما تزعلش اي حد تزعل اي حد لو انا كنت سبب ان مجلس اداره النادي الاسماعيلي يعمل 15 صفقه ما تعمل 20 30 صفقه يعني بالعكس والله انا هبقى مبسوط انا كاهلاوي يعني هبقى مبسوط احنا الاهلاويه بيحبوا يتفرجوا على النادي الاسماعيلي ما عنديش مشكله يعني لكن برضو مره ثانيه فكر كده حضرتك اي واحد بيبعت لي عشان يعرف الإجابة فأنا قلت هقول لحضراتكم إجابة ما يحدث خلال الحلقة النهاردة إذا كنت عايز تفكر أو تتكلم عن النادي الأهلي فطيب النادي الأهلي في آخر ست سنين وصل كم نهائي بطولة أفريقية؟ وصل خمسة خد كم مرة البطولة؟ احسب خد كم سوبر إفريقي؟ احسب خد برونزية كاس عالم كم مرة؟ احسب طيب الارقام يعني لما الاهلي يصل للمباراه النهائيه كسب مرتين وخسر ثلاثه، المرتين اللي كسبهم مكافاه كل مره تقريبا 5 او 6 مليون دولار. 2.5 مليون و2.5 مليون. يعني 5 مليون دولار. و6 مليون في الثلاثه اللي خسرهم ادي 11 مليون دولار. 11 مليون دولار يعني كام؟ اضرب في اتن... يعني قول 200 220 مليون جنيه. خلاص؟ السوبر الافريقي شوف كام برونزية كاس العالم شوف كام حقوق الرعاية طيب افتكر كده لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي وفكر شوف عقد رعاية النادي الاهلي بكام الاربع سنين اللي فاتوا بعد ما تفكر في عقود الرعاية قول لي كده حقوق البث مباريات النادي الاهلي بكام؟ افتكر حضرتك هو النادي الاهلي بيخش له فلوس من ظهور اللاعبين اعلاميا او من الاعارات للشباب بكام؟ اكاديميه النادي الاهلي الفلوس اللي بتدخلها بكام؟ استمارات بتاعه الناشئين بتاعه الاختبارات بكام؟ على الرغم من هي بتبقى بادمان صغيره جدا. بيع بعض اللاعبين بكام؟ عقود إعلانية ورعايات بكام حاجات تانية دي الحاجات اللي أنا قلت بسرعة جدا لما أجي أتكلم مع ناس محترمة وناس بتفكر ما بتشجعش الأهلي بالمناسبة ولكن بتفكر ومحترمة بتقول لي يعني إسلام طب أنت يعني بتتكلم كده على قانون اللعب المالي النظيف طيب النادي الأهلي فين من الموضوع؟ النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك كده لو حضرتك فكرت في الكلام اللي أنا بقوله ده وقعدت تحسب الأرقام هتلاقي إن النادي الأهلي يستطيع إن هو يجيب اللعيبة اللي هو عايزها بالأرقام اللي هو عايزها. فطبيعي جدا إن تلاقي النادي الأهلي جايب لعيبة ثمنها كبير نسبيا بالنسبة لبعض الأندية اللي فعلا عند يعني لا تملك اللي بيملكه النادي يعني ما وصلتش نهاية مش قصدي حاجة يعني لكن ما وصلتش نهاية أفريقيا خمس مرات مثلا. لكن ده مش عيب اللي أنا بقوله ده مش عيب بالمناسبة، النادي الأهلي حقوق الرعاية بتاعته في أول سنة ليه كانت مليون جنيه و مليون جنيه. دلوقتي النادي الأهلي اشتغل على نفسه وخد بطولات وطور من البنية التحتية جوه النادي عشان عقود الرعاية عمل عقود محترمة مع اللاعبين عمل كذا عمل كذا عمل كذا وبالتالي أصبح مليار جنيه ولا مليار إلا مليار إلا 50 السنة الأربع سنين اللي فاتوا البث والرعاية. السنة الجاية الله أعلم هنشوف الأيام اللي جاية هتدينا إيه. فالنادي الاهلي اشتغل على نفسه وطور من المداخيل اللي بتجيله افكار تسويقيه جديده تيشيرتات نهاية افريقيا خمس مرات ده لوحده بيدخل الاهلي 15 مليون دولار بالمناسبه النادي الاهلي لما بيصل لكاس العالم بياخد كام الفلوس دي كلها حسبها وبعدين نتكلم فانا عشان كده بقول وخدوا بال حضراتكم كل ما يقال بخصوص قانون اللعب المالي النظيف مش اسلام الشاطر اللي قاله اتحاد كرة القدم اللي قاله من خلال سطر كان موجود لو معانا يا سمير لو سمحت حطه لنا يعني ايه؟ يعني سيتم تطبيق لما لما يتم تطبيق قانون اللعب النظيف خلال الايام اللي جاية الايام القريبة اللي جاية من فضل حضراتكم ابقوا اطلعوا اعتذروا لي يعني اتمنى لانه مش اسلام اللي قال، اتحاد كرة القدم المصري المسؤول عن إدارة كرة القدم اللي في مصر قال كده، قال إن احنا هنتبع ونشوف موضوع قانون اللعب المالي النظيف. فمش إسلام خالص اللي قال. أندية عليها فلوس، أندية محجوز عليها، أندية كذا، أندية كذا، بالمناسبة أنا بتكلم في العام في كل أنا كل اللي بعمله إن أنا بعمل جرس انذار لكل انديه مصر بما فيهم النادي الاهلي بالمناسبه ولكن عشان انا عارف كويس جدا ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي هو ده مكتوب عليه اسلام ولا ده قرارات مجلس اداره اسلام الشاطر مثلا دي قرارات مجلس اداره اتحاد الكوره يا جماعه مش اسلام الشاطر لا يجوز لاي نادي شراء لاعبين الا في حدود الميزانيه المقدمه من النادي في ملف التراخيص مره تانية لا يجوز هاتها تاني لا يجوز لاي نادي شراء لاعبين الا في حدود الميزانيه المقدمه من النادي في ملف التراخيص العنوان اللي مكتوب فوق ده ايه او التايتل اللي مكتوب فوق ده ايه قرارات مجلس اداره اتحاد كره القدم المصري بتاريخ 14 اغسطس اللي هو من شهر وشويه مش مش مكتوب فوق قرارات مجلس اداره الاسلام الشاطر مثلا فجاي لحضرتك جاي لحضرتك جاي للنادي الاهلي وجاي للانديه الاخرى. هيحصل ده هيحصل ده مع النادي الاهلي ومع كل الانديه، فانا امبارح اللي عملته ايه؟ يا جماعه من فضلكم عندما يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف يجب ان يكون واقفين على رجلينا. واقفين على رجلينا ازاي؟ ادارات الانديه بقى تشوف وتعمل اللي هي عايزاه وتختار اللي هي عايزاه هو لما الاسماعيلي يجيب 20 صفقه ما يجيب 20 صفقه أنا هزعل ايه اللي هيزعلني في كده بالعكس ده انا هبقى مبسوط لما بقيه الانديه كل نادي يجيب 100 صفقه انا مالي ما يجيب 100 صفقه ايه اللي هيحصل لنا يعني لكن موضوع قانون اللعب المالي النظيف هو موضوع هام جدا ولما يحصل من فضلكم يمكن عشان انا عندي مصادري فبتقولي من بدري لما يحصل سيتم تطبيقه تطبيق واضح وقاسي مش من مصر من الاتحاد الافريقي بالمناسبه فساعتها هتقولوا اه اسلام الشاطر كان عنده حق طب انا عندي موضوع تاني النهارده شديد الاهميه شديد الاهميه ما نشوف الله عليه تقولوا ايه برضه ما يقول ما يقلش ابدا ابدا عن الكلام اللي انا اتكلمته امبارح واهميه المس... لمستقبل كره القدم المصريه وموضوع مهم زيه زي وزي قانون اللعب المالي النظيف قانون اللعب المالي نظيف. من امبارح النهارده اتعمل لايفات اتعمل فيديوهات ومش عارف ايه واللي يقولك ده اسلام الشاطر ده صاحبي واخويا بس لا واللي يقولك مش عارف ايه و... وده اصله ما بيش مش عارف ايه وكلام يعني الحقيقه مش هطلع ارد عليه دلوقتي خالص مش مجاله ولا حديثه داخل قناه النادي الاهلي لانه جمهور النادي الاهلي عايز يعرف المواضيع الهامه ما تفرقش معاه الحاجات التانيه دي ولا إيه والدنيا هايصه وده يطلع يقولك والله ده كذا كلام كبير قوي 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 على الرغم ان ما حدش من كل اللي اتكلموا دول لغايه دلوقتي لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي ما حدش طلع واتكلم في الموضوع نفسه او كلف نفسه يبحث عن هذا الموضوع الا القليل اللي انا رديت عليهم اللي انا بقول لهم يا جماعه لما تيجوا تتكلموا عن النادي الاهلي في موضوع اللعب المالي النظيف شوفوا نادي الاهلي مدخل الفلوس اللي بتخش له بتخش له ازاي بس موضوع بسيط جدا 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 وبتتصرف ازاي وميزانية النادي الاهلي عاملة ازاي هو ده اللي انا بقوله الموضوع التاني اللي عايز اتكلم فيه النهاردة وحمسكه برضو واحدة 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 رخص المدربين يعني ايه وانا هنا بتكلم في صالح كرة القدم المصرية تقريبا يعني اللي انا فاهمه ان رخص المدربين اللي في مصر من ساعه ما بدات ان انا من امبارح للنهارده وانا بعمل لحضراتكم هذا الامر. من 2017 حضرتك احنا ما بنعملش دورات للحصول على رخصه للتدريب. فبالتاكيد كل مجالس اداره الاتحادات كره القدم السابقه من 2017 لغايه دلوقتي مسؤولين عن الكلام اللي انا بقوله، انا ما بتكلمش على مجلس اداره الاتحاد الكره الحالي. طيب الرخصه دي يعني ايه عشان الناس تبقى معانا في الموضوع واحنا بنتكلم دورات تدريبيه بيعملها اي اتحاد محلي في العالم اللي هو اتحاد الكره المصري اتحاد الكره المغربي اتحاد الكره التونسي كذا عشان طبعا بتبقى هذه الدورات بالتنسيق مع الكاف والفيفا ليه تتعمل ليه هذه الدورات لتطوير وتاهيل المدربين يعني إيه برضه؟ يعني مثلا رخصة بتبقى مراحل إيه وبي وسي ودي ثم أعلى رخصة اللي هي بع... اللي... اللي أعلى حاجة اللي بعدها أو اللي أكبر منها هي البرو. طيب المدرب عشان يبدأ يتدرب أو يبدأ بالتدريب يبدأ بك... بإيه؟ لازم يتعلم فيها تدريب الناشئين ويكون فيها جزء عملي وبيمشي المدرب اللي بيبدأ بيبدا واحده واحده دي ثم سي ثم بي ثم ايه اعلى حاجه وبعد كده تيجي اللي اعلى منها البرو كل مرحله وليها اهميتها يعني ما ينفعش مثلا تشتغل في جهاز فني في دوري ممتاز او دوري ممتاز به ومعكش الرخصه سي على الاقل على الاقل و... حضرتك ما ينفعش تقعد على الدكه كمساعد في ماتش في افريقيا مثلا سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه الا لو كنت حاصل على الرخصه بي لكن لما تبقى مدير فني لازم علشان تقعد على الدكه يكون معاك الرخصه ايه وما اعلى اللي هو او البرو طبعا الناس كلها خدت بالها من تواجد الكابتن علي ماهر في المدرجات في اول ظهور افريقي لنادي فيوتشر ليه؟ عشان الكابتن علي ماهر معوش الرخصه ايه؟ لا يمتلك الرخصه ايه؟ هو مش بسببه الحقيقه. هقول ليه دلوقتي؟ طيب. انا هنا في اللحظه دي مش هقدر الوم المدربين. لكن يجب ان انا اتكلم عن او اتكلم مع اتحاد كره القدم. مش فلان مش علان لا مجلس ولا مجلس سابق ولا انا بتكلم على الحالة أو أنا آسف ما بتكلمش حتى على المجلس الحالي أنا بتكلم عن مؤسسة اسمها إتحاد كرة القدم المصري. حضراتكم من أيام ما كان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي شفنا إتحاد كرة القدم المغربي عمل إيه؟ من فترة كده قريبة أهي أيوه عقد دورة مدربين الحصول اه على اه الرخصة اه برو بالتعاون مع الكاف والفيفا. عارفين الدورة دي كانت نتيجتها إيه؟ طيب النتيجة كانت مشاركة 23 مدرب للحصول على الرخصة مقسمين كالآتي 20 مدرب مغربي ومدرب كونغولي في الدوري المغربي وقتها ومدرب جنوب افريقيا بيتسو موسيماني ومدرب سنغالي اليوسيسي يعني هو ده اللي عايزين نوصله للاتحاد كره القدم المصري الحالي اللي اعرفه وحسب معلوماتي انا ان اتحاد كره القدم المصري كان بيدرس الملف لكن الحقيقه اتحاد كره المصري الحالي ادار الملف بشكل غريب جدا جدا الحكايه بدات ازاي الحكايه بدات بمفاوضات جاده جدا مع ما بين اتحاد كره القدم المصري واحد الكوادر المصريه الحاصله على اليويفا برو اللي هي رخصه اليويفا برو يعني علشان يتولى منصب المدير الفني للاتحاد كره القدم تحديدا عشان يكون مسؤول بشكل مباشر عن موضوع رخص المدربين ويجيب محاضرين من اوروبا ومن عشان يقدروا يعملوا هذه الدورات والحقيقه كانت فكره جيده جدا، المدير او المدرب ده او المدير الفني في ذلك الوقت للاتحاد اللي كانوا بيكلموه كابتن محمد عبد العظيم. عظيمه اللي هو كابتن محمد دايما بيطلع معانا. لكن اللي حصل ايه ان اتحاد كره القدم من الواضح ان هو انشغل بملفات المدربين الاجانب اللي بيجيبهم فيتوريا ثم التعاقد مع ميكالي وفجاه موضوع المدير الفني لاتحاد كره القدم المصري ده اتنسى. ولكن عشان هي بتتقسم يعني حازم ياخد حاجه وبركات ياخد حاجه فالاستاذ جمال علام حقه برضه ياخد حاجه ياخد يعني ان هو يقدر يحط حد يعني الكابتن حازم امام جاب فيتوريا كابتن محمد بركات جاب آه ميكالي فالاستاذ جمال علام ايه اللي حصل كالعاده تم التحايل على المسمى نفسه وتم تعيين الدكتور جمال محمد علي بالمناسبه شخصيه محترمه جدا مدير لاداره المدربين. وتكليفه بشكل رسمي بملف الرخص. وقالوا اتقال محدش قال لنا حاجه لكن احنا عرفنا يعني. انه اجتمع بمسؤولي الكاف علشان يبدا يشوف هنعمل ايه. طبعا كل الاحترام لكل هذه الاسماء ولكن من الواضح ان الموضوع مش واخد اهميه من اتحاد كره القدم المصري بالشكل المطلوب. وده ظلم للمدرب المصري. ولكره القدم المصريه امبارح كنا بنتكلم في هذا الامر ان المدرب المصري نازل لتحت في افريقيا وايضا الحكم المصري نازل لتحت او المنحنى بتاعه نازل لتحت لانه من ضمن الامور اللي بتخلي الانديه بره ما تطلبش مدربين مصريين او مديرين فنيين مصريين ان انت ما بتعملش هذه الدورات امبارح بقى فوجئت بخبر غريب جدا دكتور جمال محمد علي بيسافر الكويت علشان ايه علشان يحاضر في الرخصه هناك تخيل حضرتك طبعا قيمه الدكتور جمال محمد علي قيمه كبيره ويقدر يعمل وهو راجل اساسا محاضر و... واسم كبير يعني بس حضرتك عارف ان هو او حضراتكم لازم تبقوا عارفين ان الدكتور جمال محمد علي رايح يعمل محاضره في الكويت علشان رخصه ما اتعملتش في مصر من 2017 لغايه دلوقتي مفيش حد فكر ان هو يعمل للمدرب المصري اي حاجه هو اتحاد كره القدم مش واخد باله يعني من هذا الامر هل اتحاد كره القدم مش عارف ان عندنا عدم وجود مدربين مصريين حاصلين على الرخص التدريبيه كده انت حضرتك بالبلد يعني بتوقف حال وسوق المدربين المصريين في الخليج. وبتحرق كل المصريين في البطولات الافريقيه. اي بطوله رسميه بره مصر مش هتلاقي مدرب مصري قاعد على الدكه. في نفس الوقت انا بوجه التحيه لمدربين مصريين كتير. سعوا واجتهدوا وصرف من جيبه علشان ياخد الرخص التدريبيه. سواء من اوروبا او من اسيا او من امريكا الجنوبيه. لكن يا جماعه ده مش دور المدرب والله، ده دور اتحاد كره القدم ان هو يجيب الناس اللي تعمل الدورات، خصوصا لما يبقى عندك كوادر كبيره ومهمه في كره القدم المصريه. ما ينفعش اللي بيحصل ده ولا مدرب مصري معاه رخصه رخصه برو، ازاي؟ اعتقد ان النادي الاهلي مثلا ما عندوش مشكله في هذا الامر لانه سواريش مع هذه الرخصه موسيماني خد هذه الرخصه اي مدرب اجنبي تتعاقد معاه لازم هيبقى معاه الـ الـ البرو اللي هي الرخصه لان هي مش هينفع يشتغل في اوروبا اساسا غير لما تبقى معاه يعني كان في وقت من الاوقات كابتن محمد عظيمه مدرب في النادي الاهلي وهو حاصل على رخصه البرو من المانيا لكن بقيه الانديه هتعمل ايه الانديه اللي تقدر تجيب مدربين اجانب يعني فيوتشر ممكن يجيب بس هو استقر على علي ماهر وهيفضل علي ماهر طول البطوله كده قاعد افرض الفيوتشر وصل النهائي في هذه البطوله هيفضل علي ماهر قاعد في المدرجات احنا بعيد قوي يا جماعه بعيد قوي قوي المغرب بعد الدورة الأخيرة دي أصبح عشرين مدرب معاهم رخصة البرو وإحنا ولا واحد غير موسيماني أتمنى بقى الناس اللي عمالة تطلع لايفات و... 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 وبنهدر دم إسلام وإسلام ده أصله مش عارف إيه وإسلام والكلام اللي, اللي حضراتكم بتسمعوه من امبارح لغاية دلوقتي ده طبعا أتمنى أن حضراتكم تتكلموا في مثل هذه الأمور أتمنى أن ده يحصل لو حضرتك بتتكلم عن مستقبل كرة القدم المصرية حضرتك لما اتكلم عن في يومين هم بارح قانون اللعب المالي النظيف والنهاردة على رخص المدربين يجب أن يكون هناك حلقات كتير جدا خلال الفترة اللي جاية على قانون اللعب المالي النظيف النظيف ثم رخص المدربين برضو لأنه كل اسبوع ان شاء الله هيبقى معانا قضيه رياضيه نتكلم فيها زي هذا الامر لانه اتكلم في ما حدش هيعرف يهددني ما حدش هيعرف يخليني اسكت عن حاجه انا شايف ان هي غلط لو النادي الاهلي نفسه هقول ان النادي الاهلي غلطان لكن النادي الاهلي زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك كده في اخر اخر ست سنين وصل نهائي خمس مرات دول 15 مليون دولار لوحدهم بشويه ببرونزيه ب... باثنين برونزيه بوصول لكاس عالم دول 15 مليون دولار انت بتتكلم عن النادي الاهلي ليه محدش هيعرف يخوفني اوعى تفتكر ان انت لما تطلع تقول كلمتين يعني ما لهمش لازمه او كلمتين اي كلام يعني الحقيقه هتخليني اخاف انا ما بخافش انا ما بخافش لكن انا دايما بحاول اكون مصدر لما هو قادم اللي انا بشوفه او اللي بعرفه بحاول اشوفه اقوله لحضراتكم علشان الناس تفهم اللي بيحصل حوالينا ايه هو لما بعد يا عم هات 100 صفقه هاتهم بمليار جنيه لو معاك مليار جنيه ادفع مليار جنيه لكن لما يجي تفاجئه تلاقي حد نازل لك وبيقول سوف يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف الموسم القادم مثلا او مع بدايه الموسم القادم. قول لي بقى حضرتك دخل لك كام وصرفت كام؟ هتعمل ايه؟ لاي نادي؟ للنادي الاهلي انا بقول للنادي الاهلي اهو. هتعمل ايه؟ لو عليك شيك باي ب 5000 جنيه مش هقول بمبلغ كبير بخمسة 5 مليون ولا ب 6 مليون لا لا ب 5000 جنيه وشيك ما رصيد مش هتعرف هيبقى عندك مشكله كبيره جدا لما يبقى لما يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف مش هتعرف هتبقى عندك مشكله كبيره جدا لو عندك شيك ب 1000 جنيه وترد لو محجوز على فلوسك في البنك لاي سبب لاي سبب ممكن يكون ضرايب ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا ممكن حاجات كتيره جدا خلاص لو محجوز على فلوسك وبتصرف من بره من خلال قانون اللعب المالي النظيف ناس هتقولك انت جايب منين وبتصرف ازاي انا اللهم بلغت اللهم فشل اطلعوا اشتموا تاني واعملوا الفيلم اللي عمالين تعملوه والقصص اللي عمالين تعملوها دي ما بتفرقش معايا خالص وحمسك الموضوع يعني لسه انا ان شاء الله بحاول اجيب خبير اجنبي يتكلم على موضوع القانون اللعب المالي النظيف ده رجل له ان شاء الله يعني لما انا بتواصل معاه وان شاء الله لما اوصل معاه هيحكي لحضراتكم ايه الموضوع اللي انا فتحته من امبارح لكن بقى ده هيطلع يقول كذا وده هيطلع يقول كذا وده هيطلع يقول كذا اطلع واعمل اللي انت عايزه وافرح وبسط واركب الترند اركب واشتم مفيش مشكله قول اللي انت عايزه لكن مشاهد قناه النادي الاهلي هو مشاهد واعي وعارف كويس جدا جدا مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلم اي كلام وعلشان يركب الترند وخلاص طيب ده مهم جدا برضو مهم موضوع الرخص المدربين اتمنى ان تكون الرساله واصله لاتحاد كره القدم المصري اتمنى ان تكون الرساله او تصل الرساله لاتحاد كره القدم المصري من فضل حضراتكم حاولوا تعملوا اي حاجه لصالح كرة القدم المصرية، لصالح مستقبل كرة القدم المصرية. حضراتكم عارفين قبل مني أنه سوف يتم تطبيق قانون اللعب المالي النظيف قريباً جداً. اشرحوا يعني إيه للأندية، بلاش أنا أشرح عشان أنا لما بشرح طلع 100 واحد قال لك كذا، اشرحوا للأندية يعني إيه قانون اللعب المالي النظيف. وعوا الناس. هو الاعلام ايه غير ان انا واعي حضرتك واقول لك اتكلموا عن التراخيص المدربين اتكلموا عنها من فضل حضراتكم هاتوا لنا ناس تعمل الاي والبي والسي من فضلكم انا يعني من فضل حضراتكم كلكم ناس واعيه وكبيره وفاهمه سواء الاستاذ من اول الاستاذ جمال علام الاستاذ خالد درندلي الكابتن محمد بركات بقيه الكابتن حازم بقيه الناس كابتن الحاج عامر حسين استاذ محمد ابو الوفا الاستاذه دينا الدكتوره دينا استاذ ايهاب الدكتور ايهاب الكومي اللواء مشهور كلكم ناس فاهمين وواعيين وعارفين الكلام ده كويس فمن فضل حضراتكم حاولوا حاولوا ان يكون هناك وعي لمستقبل كره القدم المصريه من خلال توعيه اللاعبين وتو... بلاش اللاعبين توعيه الانديه والمسؤولين في الأندية يعني إيه قانون اللعب المالي النظيف وأن يجب أن يكون هناك توعية خلال الفترة اللي جاية عشان موضوع رخص الأندية أو رخص المدربين الاي والبي والسي وان شاء الله كمان البرو خلال الفتره القادمه اللهم بلغت اللهم فأشهد كل اسبوع أم كل اسبوع ان شاء الله هقول لحضراتكم او هفتح مع حضراتكم قضيه رياضيه تخص كرة القدم المصرية والنادي الاهلي بيتصرف فيها ازاي؟ هقول لك لان انا بشوف ان النادي الاهلي هو المثال. دي هل دي فيها مشكلة؟ انا بقول لك ايوه النادي الاهلي هو المثال لكل هذه الامور. مش هقول الجرار ماشي خليني يا عم في المثال مثال لكل الاندية لكل شوفوا حضرتك النادي الاهلي ممكن يكون النادي الاهلي غلط وحضرتك تصحح له بس حتى هذه اللحظة مرة تانية لكل من كان يسأل عن أنت ليه ما اتكلمتش عن النادي الأهلي امبارح لأنه أنا كنت بتكلم عن ال 18 نادي ما كنتش بتكلم عن نادي بعينه النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك لما تيجي تتكلم فكر في كل هذه الأمور وفكر في الأسئلة رقم واحد وصل افريقيا كم مره خد فلوس قد ايه وصل كاس عالم كم مره وخد فلوس قد ايه باع لعيبه قد ايه الاختبارات الاكاديميات حقوق الرعايه حقوق البث حاجات كتيره جدا هتعرف ان النادي الاهلي الكل بينظر له ان هو بيشتري ناس غاليه مع انها مش غاليه ولا حاجه هي في سوق كره القدم شيء طبيعي ولكن بالنسبه للي بينظر للنادي الاهلي بينظر له بهذا الشكل علشان الفارق في اللي بيخش للنادي الاهلي اكتر كتير من الانديه الاخرى وهل ده ده طبيعي بالمناسبه ما فيهوش اي مشكله وكل الناس شايفه هذا الكلام وعارفه هذا الكلام عموما خليني اطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم مع حضراتكم عن اخبارنا اخبار البيت اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين تدريبات بدنيه وتقسيمه قويه للاعبين في الفتره الصباحيه وصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته اليوميه على ملعب مختار التتش بالجزيره وذلك في اطار التحضيرات التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدا بمباراه الذهاب في دور ال 32 لدوري الابطال امام فريق الاتحاد المونستيري في تونس احد ايام 7 او 8 او 9 اكتوبر المقبل. ايضا تقام مباراه الاياب احد ايام 14 و15 و16 اكتوبر في القاهره وخاض النادي الاهلي المران الصباحي فقرات تدريبيه في الجيم لمده نصف ساعه قبل ان يعود اندرياس اندريا مدرب الاحمال للاعبين فقره بدنيه متنوعه لمده 40 دقيقه في الملعب وبعد ذلك شارك اللاعبون في تقسيمه قويه حرص خلالها المدير الفني مارسيل كولر على تنفيذ بعض التعليمات والجمل التكتيكيه. كابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف موعد عوده بيرسي تاو للتدريبات الجماعيه، قال كابتن سيد ان بيرسي تاو ان شاء الله يعود في خلال اسبوع الى التدريبات الجماعيه. ايضا دكتور احمد ابو عبله يتحدث عن تطورات اصابه كوكا، قال ان هو في المرحله الاخيره من التاهيل ان شاء الله قبل الانتظام في التدريبات الجماعيه. ايضا قال الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي في النادي الاهلي نشادي حسين خضع اليوم لفحوصات طبيه شامله اشتملت على اجراء اجراء متعدده وتحاليل وذلك ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكافه اللاعبين. في اطار كلامنا ايضا عن النادي الاهلي تصعيد حارس 2006 وتدريبات فنيه وخططيه زي ما قلت لحضراتكم يعني انا قسمتها لحضراتكم يمكن قبل كده دايما التدريبات الصباحيه بتبقى ما بين جيم ما بين لياقه بدنيه اكتر التدريبات المسائيه بتكون رايحه لاتجاه الكوره اكتر النواحي الفنيه النواحي التكتيكيه يقدر هو عنده وقت دلوقتي يقدر ان هو يعمل شكل معين للفريق هيلعب 4 3 3 4 2 3 1 شكل الاداء هيلعب ضغط من قدام هيستنى في نص الملعب هيلعب على الاجناب كل ده بيتم تحضيره خلال هذه الفتره في خلال التمارين الراجل بيحاول يفهم اللعيبه ويعلم اللعيبه ايه اللي هيعمله خلال الفتره اللي جايه علشان يقدر يشتغل معاهم ان شاء الله نقدر نفوز بالدوري والبطولات الافريقيه ونقدر نفوز بكل هذه البطولات اللي بيدخلها النادي الاهلي ده بيبدا من ايه بيبدا من اللي حضراتكم شايفينه الصبح غالبا وشويه بعد كده بساعتين ثلاثه يبقى الجيم ولياقه بدنيه ثم التدريبات المسائيه وهي تدريبات فنيه اكثر. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا. طيب في اطار كلامنا برضو عن منتخب مصر انا الحقيقه مستغرب جدا من عدم وجود محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على او مع منتخب مصر، حاجه غريبه جدا. يعني قالوا ان في اتفاق ما بين مستر فيتوريا ومستر المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا بعد كده محمد عواد نفسه طلع وقال انه لا فيش اي اتفاقات ومفيش اي حاجه انا استبعدت لاسباب فنيه ودلوقتي بيتقال ان الراجل فيتوريا زعلان ومتضايق من الكلام اللي قاله محمد عواد حاجات غريبه جدا في هذا الموضوع لكن انا كمواطن مصري يعني محمد عواد مش موجود في السكواد بتاع منتخب مصر اعتقد دي بالنسبه لي لأنه هو كان الافضل الحقيقه في الفترات الاخيره في عمر مسابقه الدوري العام المصري وبالتالي يستحق ان هو يبقى متواجد مع المنتخب ليه مش متواجد؟ حاجه غريبه جدا جدا ودي علامه استفهام كبيره عدم وجود محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. اجتماع بين رابطه الانديه واتحاد الكره ولجنه الحكام استعدادا للموسم الجديد. اهو ده الكلام الكويس او ده الكلام اللي احنا نتمنى نتمنى ان يكون هناك او يؤدي هذا الاجتماع الى القعده اللي حضراتكم شايفينها رابطه الانديه لجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم الحاج عامر ثم النائب احمد دياب وكلاتنبرج المسؤول عن التطوير في التحكيم او في لجنه الحكام او رئيس لجنه الحكام قول زي ما انت عايز ثلاثه قاعدين لكن ايه اللي هيحصل ان شاء الله يكون في جديد خلال الفتره اللي جايه كان اجتماع تنسيقي ما بين الثلاث اسماء اللي قلتهم لحضراتكم لمناقشه ترتيب الموسم الجديد. النائب احمد دياب وجه ان هناك تعاون كبير ما بين سيكون ما بين الرابطه والاتحاد الكره ولجنه التحكيم خلال الفتره اللي جايه لان هناك تداخل كبير بين الرابطه والشركات والشركه الراعيه. وان اضاف النائب احمد يا تشكيل الرابطه في الموسم الجديد بنفس بنفس قوامه وتشكيله السابق في الموسم الماضي وانضم لها دكتور احمد النجار بدلا من استاذ عامر حسين عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. نتمنى ان يكون هناك اتفاقات جديده فيما يخص التحكيم المصري. لو تفتكروا حضراتكم بس عشان الكلام اللي بيتقال انا قبل كده اتكلمت مع حضراتكم في موضوع التحكيم المصري وطلع عليا حتى بعض من جمهور النادي الاهلي كان يعني متضايق شويه من ان انا بتكلم كل شويه عن التحكيم وكذا وكذا لكن لما شفنا الاخطاء التحكيم في هذا الموسم ناس قالت لي انت كان عندك حق عشان كده انا بتكلم من بدري اهو من فضل حضراتكم يجب ان يكون هناك تطوير في التحكيم خلال الفتره اللي جايه لصالح كره القدم المصريه ولصالح النادي الاهلي طبعا طبعا لصالح النادي الاهلي وكل الانديه اللي موجوده فنتمنى أن يكون هناك تطوير تطوير حقيقي وليس كلام اتحاد كرة القدم يضع خطة تدشين الأكاديميات ماشي فكرة حلوة وأن أنت تعمل أكاديميات وكلام من هذا القبيل ولكن في نفس الوقت الحقيقة يعني برضو يا جماعة من حقنا إن احنا نعرف نتكلم في هذه الأمور ونتكلم في موضوع الأكاديميات وفي كل هذه الأمور ولكن في نفس الوقت برضو يعني ممكن نبص على حاجات تانية الحاج الاستاذ عامر حسين والاستاذ خالد الدرندلي وكابتن حازم يا جماعه عايزينكم تتكلموا في امور اخرى غير اللي هي رابطه زي ما قلت لحضراتكم موضوع الرخص من فضلك يا كابتن حازم من فضلك يا كابتن بركات من فضلك يا كابتن يا استاذ عامر من فضلك حضراتكم نتكلم برضو في امور اخرى لكن المشروع ده مشروع رائع مشروع الاكاديميات مشروع رائع الحقيقه لان هناك لجنه مكلفه من قبل مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم يترأسها الاستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الاداره وتضم عامر حسين وحازم امام عضوي المجلس مع مسؤولي شركه سيتي كلوب لوضع خطه تدشين الاكاديميه وشهد الاجتماع مع مسؤولي شركه سيتي كلوب برئاسه العميد محمد مرجان رئيس مجلس اداره الشركه وحضور كابتن علاء نبيل اتفاق على الاهداف الرئيسيه للمشروع التي تشمل تاهيل المدربين والاداريين وتوسيع قاعده الممارسه لممارسه لعبه كره القدم والتعاون مع الشركه في جميع محافظات مصر دي فكره رائعه وفكره جميله جدا 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 نتمنى ان هي تمشي خصوصا لما يبقى عندك قامات كبيره زي اللي موجوده في هذا الامر العميد محمد مرجان رئيس مجلس اداره شركه سيتي كلوب والكابتن الكابتن علاء نبيل وعلى الجانب الاخر ايضا الكابتن حازم امام والحاج عامر حسين والاستاذ خالد الدرندلي نتمنى ان يتم بلوره هذا الاتفاق الى شيء جيد في صالح كره القدم والتعاون في تاهيل المدربين والاداريين من خلال توسيع القاعده في كل المحافظات اللي موجود فيها سيتي كلوب خلال الفترة القادمة طيب دي كانت أخبارنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل فقرتنا الأولى النجم الكبير الكابتن أحمد فوزي وأيضا الكابتن أحمد فوزي هيكون معانا على الهواء مباشرة بعد هذا الفاصل إن شاء الله هيكون عندنا فقرة تانية هقولها لحضراتكم بعد نهاية وجود كابتن احمد فوزي كابتن احمد فوزي هتكلم معاه في امور كثيره جدا خاصه برخص برخص المديرين الفنيين هو اللي بيحصل ده طبيعي ولا مش طبيعي هتكلم معاه في كل هذه الامور حراسه مرمى النادي الاهلي احمد ممكن تقدر تتكلم معاه في كذا اتجاه خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل دكتور احمد فوزي في ضيافه البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد او دكتور احمد فوزي ازيك و... يا دكتور حبيبي يا كابتن شرف صحتك حبيبي ربنا سعيد جدا بوجودك انا معنا و... ربنا والحقيقه لك. برضو انا ما اعرفش الخبر ده صحيح ولا مش صحيح بس اعتقد ان هو ان شاء الله خبر صحيح إن شاء الله. كنت سعيد جدا لما عرفت ان انت برضو كنت دلوقتي او موجود في الجهاز الفني لكابتن ربيع ياسين في نادي اسوان اعتقد ان ده صح الخبر الاول؟ الحمد لله الخبر صحيح يعني, يعني الله يبارك نجم فيك نجم الكبير كابتن ربيع ياسين طبعا شرف لاي حد ان هو يشتغل معاه وانت يا احمد الحقيقه من الناس المحترمه جدا يعني فالف مبروك لهذا الخبر الله يبارك فيك والحمد لله بفضل من ربنا لقيت كابتن هيثم عرابي بيكلمني ظروف حصلت عندهم فالمدرب راح الجونه أوكي. فهم؟ فما ما كانش عندهم حد فلقيته بيكلمني وبعديها كابتن ربيع كلمني مشكورا طبعا اولا المنظومه هايله انت معك كابتن ربيع قيمه وقامه طبعا انسان ولا اروع ولا اجمل عنده من الخبرات الكرويه والتزامات حاجه حاجه جميله جدا 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 شخصيه فوق الجميله معاك كابتن هيثم عرابي اكيد راجل بروفيشنال وعنده قدره على ان هو يشتغل بطريقه منظمه نادي اسوان نادي ساعي لاول مره يمكن تشوف نادي اسوان بصراحه يمكن الامكانيات طول عمرها مش قويه جدا ولكن اعتقد السنه دي هتبقى احسن شويه نتمنى من الله التوفيق وان احنا نعمل حاجه كويسه واهم حاجه ان انت تبقى رجليك في الملعب انا بالنسبه لي خطوه كويسه ان انا اشتغل دوري ممتاز في السن ده مع كابتن مع قيمه كبيره زي كابتن ربيع اكيد هتضيف لي كتير ان شاء الله. الف مبروك الله وأتمنى لك كل التوفيق الحبيب. خلال الفتره اللي جايه وان شاء الله تبقى عمل رائع مع رب. نجم كبير زي الكابتن ربيع ان شاء الله. رب. يا رب يا رب ونمله بقى احنا كمدربين اهلي النمله النمله الانديه كلها عندنا نقص شويه في كميه المدربين يعني مش هتلاقي هتلاقي علي ماهر هتلاقي احمد سامي هتلاقي كابتن عماد النحاس كوشري موجود بس بالنسبه لاسم النادي الاهلي هتلاقي انديه تانية اسمها بيعلى اتمنى يبقى في جهاز واثنين وثلاثه وعشره بيشتغلوا في الدوري الممتاز من 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 النادي الاهلي يعني دي على المدى البعيد بتدينا احنا تقل سواء للمدربين او للاعبين او للاسامي اللي موجوده بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره فيا ريت يا ريت يبقى في جهاز واثنين وثلاثه واربعه وعشره في الدوري الممتاز. طبعا لكن ده ياخدني للقصه الاهم واللي انا كنت بتكلم فيها النهارده وهي رخصه وهي قصه أوه. رخصه المدربين يا أوه. يا احمد وانت يمكن مره في حديث أنا أنا سابق انا كنت معايا هنا واتكلمت أيوة من سنه من يعني يمكن اقل أيوة شوية, شويه او أكثر شويه لكن طيب. من فتره طويله واتكلمت في هذا الامر وقلت لك يا كابتن اسلام دي هتبقى قصه كبيره جدا في ان احنا وقد حي... وقد, كان؟ وقد كان ان احنا شايفين واحد زي علي ماهر بقيمه موجود كمدير فني بقيمته ك... كنادي فيوتشر وكل صح. حاجه لكن في النهايه علي قاعد في المدرجات لان الاتحادات المصريه المختلفه من 2017 وحتى الان بتتقاعس عن دور مهم جدا جدا لمساعده المدرب المصري اكيد اكيد انت انت كاتحاد كاتحاد من اولوياتك تسخيف المدربين واحنا قلنا كده ودايما بنقول كده انا يمكن اتكلمت في الموضوع ده في 2018 اول حديث ليا جيت هنا من حوالي سنه كده وقلت نفس الكلام قبلها من سنتين في, في قناه تانية في نيل الاخبار قلتها ودايما كنت بناشد بحاجه زي كده مهما كان المدرب هي هيعمل هيعمل رخصه اونلاين هي هيخش يتفرج لا على تدريبات ها, ها 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 انما لما ينزل الملعب وفي قامات بتعرفه بتفهمه بتشغله صبوره الصبح من 2017 لغايه دلوقتي م... آه 2016 اخر حاجه كانت 8 2016 طب بجد طب انا اقول لك حاجه حقيقي هفكرك حاجه إيه هو عصام الحضري في اول مباراه ليه في بطوله امم افريقية. ما كانش موجود على الـ على الـ على البنش ليه؟, ليه لانه مش واخد الرخصه الأسيو... مش واخد الرخصه الافريقيه يلي. ده هو راح عمل معادله رخصة في الامارات في الامارات اوكي فاهم و و و والامارات عامله يعني حاجه كده ان هي لما تاخد انت البي بتاعه الامارات يبقى اكنك خدت البي بتاعت آه اسيا انما أس... ايه اللي ايه اللي هي إيه... سوري آه... افريقيا ايه الافريقيه ما تساويش اللي الاسيويه اللي هي اسيويه اعلى بالامانه اوكي, أوكي. ولكن آه... انت لما تاخد البي البي بتتساوى مع بعضها أوكي. فهو عصام حتى نظرا آه... خلي بالك دي ميزه مهمه جدا مش موجوده عندنا في مصر بس عصام لا كوي... اسمع هرجع لك نقطه مهمه هقولها طيب بس دي بس اقولي عشان نتكلم فيها لان دي طيب مهمه جدا انا هرجع لك نقطه مهمه جدا في كل الانديه في او كل الاتحادات اللي لعب منتخب ولعب دولي بيبتدي من البي ما بياخدش السي تمام طيب تخيل بقى احنا عندنا دلوقتي بنزلهم للدي في استحداث لحاجه كده اسمها دي الدي دي اللي هي ما خدش اي حاجه بدل ما ياخد بتاخد الاساسيه وبعدين من الاساسيه لسي فلغوا الاساسيه فيعني وبقى في دي هي هي ماشي بس انا عايز اقول لك ايه لا ده انت لازم انت لعبت اهو دولي ولكن لازم تاخد دي ثم سي ثم بي والفتره ما بين دي ودي سنتين فثلاثه فخمسه فانت تقعد 10 سنين عشان توصل للبي والإيه <applause> اه انما بقى في الامارات انت طالما لعبت دولي باي في اي 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 مباريات دوليه اي مرحله دوليه سواء الناشئين سواء فريق اول او لعبت بطولات دوليه ككاس عالم انديه كبطوله افريقيا مثلا من حقك ان انت تبقى موجود تاخد بي على طول اوكي دي نفعك عصام جدا تمام لو كانت استنى هنا في مصر كان هيبتدي من السي بس هو يعني هو جدع ان هو عملها بصراحه يعني ميزه ايوه حبيبي ما هو ده اللي انا هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه تمام انه عصام قادر ان هو يقدر يطلع بالزبط بالزبط ويقدر يسافر بالزبط الامارات بالزبط ويقدر يقعد 10 ولا 15 يوم اه لو عصام سمع يعني كلمه يقدر مش ما يقدرش يعني عصام ما, ما تقدرش <applause> لكن انا انا بتكلم بجد دي حقيقه احمد قادر اسلام قادر دي حقيقة. محمد دي حقيقة. كلنا يعني في مجموعه آه في ناس هتقدر فايت. طب والناس اللي مش هتقدر دول هل انا مش مش مطلوب مني يا دكتور ان انا كراجل عضو مجلس اداره اتحاد كوره او رئيس اتحاد كوره او ليا كينونه في اتحاد كره القدم ان انا اذلل هذه العقبات علشان المدير الفني المصري والمدرب المصري يبقى له اسم حتى في افريقيا يعني انا دلوقتي كابتن حسام البدري كان طالع يلعب مدير فني في الجزائر كان عنده مشكله كبيره جدا لغايه لما خلص ماشي صح حلها طارق 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 مصطفى لولا ان هو معاه زمان كان هيتعب كان هيتعب جدا فانا خلي بالك وليد مدرب الجوان اللي معاه لحق السي في اخرها خدها في 2016 عارف لو ما كانش ده ما كانش هيروح حلو ماشي حل. آه تعالى اشتغل انت بتشتغل في افريقيا أيوة. تعالى حاول تروح اسيا ما حدش هيبص هنا ما محت... مش هتعرف تخش لان السي الافريقيه لا تعادل السي الاسيويه اصلا لازم أوه. عشان انت دلوقتي مدربين كل المدربين اللي معاهم سي الافريقيه عايزين يشتغلوا في افريقيا في اسيا بتيجي الاتحادات بترفض وتجبره انه ياخد سي من اول وجديد وتبقى معاه السي الاساسيه بس آخد السي الاساسيه ما إحنا ما بناخدش حاجه اصلا اللي عندي هنا في مصر او في افريقيا اخدها ما المغرب عملت المغرب عندها دلوقتي آه عملت عن برو ايه البرو ايه آه. العشرين 20 مدرب عندهم البرو ايه ليه عملت بس هي ايه الدوره عندهم عملت كل حاجه هي ايه عملت كل حاجه بترتيب يعني طب وبعدين مش كل حاجة. احنا بقى المشكله عندنا كان في مش الاتحاد السابق الاتحاد الذي يسبقه بص انا انا مش عايز اتكلم انا بتكلم عن مؤسسه الاتحاد المصري لكره القدم في مشاكل. هي في النهايه من 2017 طب هنتكلم من 2017 طب 2018 طب 2019 طب 20 لا, 20 20 <تكلم> لا انت واحد انت عارف تعاقب عليك كام اتحاد من 2016 لحد دلوقتي؟ كتير خمسه سته و... لا بتاع استاذ هاني ابو ريده وبعدين اللجنه الثلاثيه وبعدين اللجنه الخماسيه وبعدين الاحاديه و... وبعدين اتحاد الكره الحالي فانت على الاقل اربع, أربع اتحادات محدش فيهم فكر ان هو يصلح المشكله دي لان في دي مشكله اصلا مع الاتحاد الافريقي يعني أه. كان فيها مشكله ماديه جزء مادي مع مشروع الهدف وفلوس علينا وحاجات كده فرفضوا وبعدين ما حصلش ان حصل ما حصلش تجديد من عندنا من بعض المدربين اللي بيدوا الرخص فطبعا عملت مشكله كبيره ناهيك بعد كل ده مشي كابتن محمود سعد اه كابتن محمود سعد ولما مشي قفلوا عليه الباب ولغى كل اللي كان بيعمله فابتديت اشتغل من الصفر من تاني انا كنت مع اتنين من اعضاء اتحاد الكوره من فتره قريبه وقلت لهم قالوا لي ان شاء الله ان شاء الله في اقل من شهر او من الكلام ده من حوالي ست شهور او خمس شهور <applause> واقسم بالله زي ما بحكي لك كده لأن كلنا 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 عايزين ناخد دي هتوسع لنا أبواب كتيرة ده ده باب رزقنا ده باب رزقنا ده باب رزقنا كلنا مش مش أنا وأنت و... لا ده أنت بتتكلم على الأقل في مش أقل من 3000 مدرب في مصر أوكي ماشي منهم على الأقل هقول لك 1200 1300 مدرب ما معهمش رخص ناهيك نعم. إن في مدربين واخدين إيه واخدين مثلا سي وبي وعايزين ياخدوا الإيه زي كابتن علي ماهر مش هيعرفوا ياخدوها لأن أنت بقالك 8 سنين ما عملتش حاجة فدي مشكلة كبيرة طب انت طب لماذا لا انا عارف هتقول لي اتحاد كرة القدم المصري الحالي عليه ضغوط وهو اللي خد المسؤوليات دي اللي من 2017 لغاية 2022 طبعا لكن اوكي ابتدي طبعا. اتحرك انت كنت طبعا. مع اتنين بتقول من, من الاعضاء مجلس و... بصراحه بصراحه الكلام ده من حوالي اربع شهور ووعدوني الاتنين ان يبقى فيه جديد يحصل السنه دي وتحديدا بيقولوا في شهر كان المفروض في شهر 8 اللي فات الله اعلم الدنيا هتمشي لحد فين ولكن واعلنوا وكابتن ودكتور جمال محمد علي انا كلمته فقال لي ان شاء الله ان شاء الله هت... 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 هتتعمل قريب امتى؟ قريب دي الله اعلم هتخلص امتى، بس فعلا هم بيأذوا الناس في شغلها، اه ما فيش حد بيتمنع من الشغل انما انت السنه دي انت مطلع طيب أنت قرار انت دلوقتي يا احمد معلش اه قول كمل معلش. انت السنه دي مطلع قرار ان كل الناس اللي شغاله يبقى معاها على الاقل سي، ومدير المدر... المدير الفني يبقى معاه ايه، والمدرب المساعد يبقى معاه بي، طب انت هتعمل ايه؟ اذا كنت انت التقص... التقصير من عندك طيب لو ما حدش و... لو مش هتقدر تنفذها افريقيا مش هتقدر تنفذها يا اسلام مش هتقدر تنفذها طيب يعني انا ما فا... ينفع انت هتيجي مثلا انا قاعد على الدكه في اي ماتش هتقول لي اطلع عشان انت ما معاكش سي هقول لك العيب عندك انت فين بالظبط يعني برافو تق... عليك يعني العيب عندك رب انت... انا هعمل ايه صح مش عيب العيب مش عندي انا مسدد ومعايا جواب التسديد من ب... 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 في منطقه الجيزه من شهر 7 سنه 2016 لحد يومنا هذا معايا بقى ناس كتير عصام كان واحد منهم امير عزم مجاهد ماسك في المنيا معايا امير عبد حميد معايا عامر صبري مع كل الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها دول معهمش اساسا السي ما عملناش السي يا نهار ابيض مش بتاعتنا برضو انت عارف لو كنا خدنا انت عارف لو خدنا السي اللي هي من 2016 أو 2017 كنت خيص. كان زماننا دلوقتي خدنا البي ومستنيين الايه ما هو ما فيش بي اتعملت برضه انا برضه حصل لك نقطه لو الامور ماشيه طبيعيه اه سي آه آه تقعد ثلاث سنين لو يعني آه. وبعدين سنتين بي وبعدين ايه؟ فالطبيعي احنا عدى علينا سبع سنين او دي سابع موسم يعني كان زماننا دلوقتي مقدمين فلوس داخل على يعني. على, على الايه؟ اه وكان فاضل لك سنتين وتخش على البرو على البرو فطبعا كل ده تقصير مش مننا احنا اوكي فالمشكله الرئيسيه دلوقتي عند اتحاد الكره انا مش بلومهم بس لازم يتحركوا اسرع في الموضوع ده لأن طبعا هم طبعا لان عليهم مسؤوليات مشغل... كبيره الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت المسؤوليات كانت كبيره جدا لكن في نفس الوقت انت دلوقتي لو جالك عقد في مش هتعرف تروح في اوغندا مش هتعرف تروح مش هتعرف تشتغل مفيش اي بلد افريقيه اي حاجه اي بلد يعني افريقيه مش هتعرف تشتغل او اسيويه اسيويه لا ما بيعترفوش ما بيعترفوش اصلا بالسيل الافريقيه اصلا ده يعني على جنب بس كده الاتحاد الاسيوي لا يعترف بالسيل الافريقيه فلازم عشان تروح تشتغل هناك بتروح الاول بالسي بياخدوك بس بتقعد تشتغل في اقرب حته تاخد السيل الاسيويه اوكي وكل زمايلي اللي معايا في سني او اللي انا اعرفهم كلهم كان اللي معاه سي لغوها له وخلوه يعمل سي اسيويه. طيب دي رساله واضحه لاتحاد كره رساله واضحه لاتحاد كره القدم المصري من فضل حضراتكم احنا عارفين ان هو تراكم من 2017 وحتى الان ولكن الموضوع لليوم الثاني على التوالي اهو بقى احنا اتكلمت مع حضراتكم في موضوع قانون اللعب المالي النظيف من فضل حضراتكم انتم عارفين كويس جدا انه سوف يتم تطبيق هذا الامر قريبا جدا سواء بالنسبه لقانون اللعب المالي النظيف او بالنسبه لموضوع الرخص من فضلكم نشتغل على الموضوع ده ويجب ان يكون هناك توعيه للجميع بهذا الامر أكيد. مهم جدا لانه في النهايه شباب شباب بينتظر بيبص لهنا ولهنا ولهنا كيف س... يعني انت ممكن دلوقتي حد يجي يقول لك يا احمد ما تقعدش على الدكه طبعا حقهم انت بتقول كده على الهوا عادي انا بقول طبعا وحقهم لا انا هقول عادي لا هم بس لا حقهم بقى لا انا بقول لك ايه على الورق اللي هم باعتينه منظم للبطوله حقهم أوكي. بس انت مش هتعرف تعملها لان التقصير كل من الناس الناس انت بالظبط فانت المفترض ان هم يعملوها السنه دي عشان بعد كده الامور كلها تبقى عاديه فتحرك. انا عايز اسالك سؤال دايما نطلع نتكلم نقول ان المدرب المصري ما بيطورش من نفسه وان المدربين اللي بتطور من نفسها معدوده وعلى الصوابع ودايما نقول ان الموضوع, إن الموضوع التطوير ده في جانب شخصي و... و... وجانب للجانب الشخصي للبني ادم للمدرب وفي جانب جماعي لاتحاد الكوره. نعم. طب انت دلوقتي شوف انت بتجيب كام مدير فني اجنبي في كل الانديه. مم. شوف انت انت في فتره بتفكر في مدربين افارقه ما كنتش عمرك تقدر تسمع عنهم. مم. مدربين انت خلي بالك دلوقتي انت عارف اقوى مدربين في الدول الاسيويه او الدول العربيه تحديدا والمدربين المدربين التوانسه ومن بعدهم يجوا المغاربه. المصريين بعد ما كانوا اوائل الناس بس مفيش تطوير ابتدوا يستعيدوا عنهم بالمدربين التوانسه والمدربين المغاربة عندنا كوادر كويسه جدا لكن ينقصنا زي ما انت مش قول لو انت عشان تروح تمسك في اتحاد جده ولا في اهلي جده ولا هتمسك آم آم لا هت... مش هتمسك. والله العظيم هتمسك قعدوك ثلاث شهور ويمشوك اسمع كلامي بس بيعملوا كده لان لا انت ما بتبقاش على الرخص اه رخص لا رخص, لا رخص مش رخص مش اساسا استحاله مش هتخش خالص اصلا ما هو ده اللي انا بتكلم فيه انا مش بتكلم عشان ت... يعني يا بص احنا آه... طول عمرنا بنحب الفهلوه احنا كشعب بنحب الفهلاوي مدربين في كميه مدربين بتشتغل بما يرضي الله ومعاها ناس شغاله كويسه جدا 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 وفي القليل اللي هو شغال بهازر او كده اللي هو يعني عشوائي بصراحه مش هكدب عليك عشان كده مش اي حد لما البني ادم نتايجه بتتحسن بيعرف ان ده شغال كويس يعني الناس لما بتتكلم على علي ماهر على احمد سامي على على على, على مثلا عماد النحاس آه فتره من الفترات آه بيقولوا ان دول اللي مش مش دول اللي جالهم حظهم اه جالهم حظهم بس انت كتير قوي جالهم حظهم وما نجحوش فطالما دول نجحوا يبقى دول اللي بيشتغلوا عملوا حاجه حصير. وطوروا يبقى دول ايوه اشتغلوا على نفسهم وطوروا من نفسهم هي دي بقى النقطه اللي تنقصنا احنا آه كمصريين عامه آه. فانا شايف ان التثقيف وخاصه في في جزء المدربين زي ما بقول لك جزء شخصي وجزء عام بتاع اتحاد الكوره وانا الوم على العام اكتر من الشخصي اه الشخصيه دي بتفرق من واحد لواحد لو واحد عايز يتعلم واحد عايز يقرا واحد عايز يخش بيتفرج على اليوتيوب خلي بالك في ناس كتير جدا بتتفرج وناس بتحفظ وبتخش تذاكر وورقه وقلم وكل حاجه بس في الاخر بقى عملي مختلف مين المنوط ايوه مين المنوط انه يحسن لك كل ده في الملعب اتحاد الكوره لان ده من اولوياتك انت الادوات بتاعتك لاعب لا. ومدرب لا. اداري عامل انت كاداري او مسؤول عن ال 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 كل ده فالمفترض ان انت بتحسن كل ده هم ليه في, ليه في, في, في الاتحاد الافريقي عملوا سي ال السي الافريقيه للاداريين ومن بعدها عملوا بيه يعني خلي بالك الاتحاد الافريقي من حوالي خمس سنين او ست سنين ابتدى يعمل للاداريين السي الافريقيه للاداره نعم ودي كتير ما يعرفوهاش ومش كتير واخدها في مصر خلي بالك مش مزبوط. مش كتير خالص واخدينها في مصر فطبعا ده الاتحاد الافريقي عايز يحسن من الناحيه الاداريه عنده مم. طب انت المفروض هنا بقى في مصر انت ما بتعملش اصلا للمدربين هتعمل للاداريين انت فاهم؟ المفترض ان دي تبقى تابعه لما الاتحاد الافريقي يعمل هنا ويعمل هنا يعمل اه عنده الفنيه ويعمل, ويعمل لازم يعمل انت بقى المفروض انت ما مش عندك مش عامل فنيه هل تعتقد انه هيعملوها للاداريين؟ في قدر ينشد البلد دلوقتي ما حاجه امبارح يا دكتور امبارح تحديدا كان في خبر ان الدكتور جمال محمد علي هو علاقه بيه بس هو خبر بيقول ان هو راح يعمل محاضره او يعمل حاجه تدريبيه عشان الرخصه سي في الكويت طب يا عم اعملها هنا <applause> يعني هو مش جماعه مش هو مش في ايديا انا عارف لكن انا قصدي ان الخبر نفسه هقول لك حاجه مشكورا مشكورا الراجل من ساعه ما مسك لحد دلوقتي عمل ثلاث ورش بالامانه ما هو من مش من انا, أنا حلو انا عايز حلو. الورشه لطيفه أو. وكويسه وانا فاهم لكن في الاخر انا دلوقتي عشان ابقى قاعد وحاطط رجلي على رجلي كده لحد جه يكلمني انا معايا الرخصه بتاعتي ها ايوه صح. حضرتك اعمل اعمل أيوة يا صح. دكتور أيوة جمال دي. يا دكتور جمال من فضلك ومعاك اعضاء مجلس اداره محترمين وكويسين من فضلكم اعملوا لنا الرخصه على فكره بالمناسبه انا لن أتدخل انا عمري في حياتي ما هنزل الملعب تاني ادرب ولا اعمل لا يفتكر يقول لك ده بيعمل كده لا عشان, هو نفسه عايز. لا لا, لا خالص انا مش عايز خالص مش سكتك مش سكتي خالص لكن انا في ناس كتيره جدا 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 كلمتني في هذا الامر مازيح. ولما شفت علي ماهر الحياة والله بجد يعني عنك. زعلت طبعا ازاي يا جماعه نصل لهذا الامر وب... مصر بتاريخها وباللي عندنا ده كله وبالقامات اللي عندنا وبالناس اللي عندنا مش عارفين نجيب حد يعمل لنا الموضوع مش عندك انت رخصه بيه ولا أصلاً سي ولا ايه اصلا المحاضرين في منهم يعني كابتن ناجي ما هو محاضر بالظبط يعني انت في ناس عندك اصلا محاضرين دكتور مم. جمال محمد علي محاضر في التح... دكتور محمود سعد محاضر. محاضر. كل دول محاضرين في الاتحاد الافريقي فانت عندك المحاضرين وعندك المكان وعندك الاتحاد الافريقي اصلا كل ده عندك مم. وبيطلعوا يعملوا بره ما بيعملوش عندك ما بيعملوش عندك ما ده الغريب ده يعني ان شاء الله اتمنى ان تكون هذه الرساله تصل لانه القادم اصعب القادم اصعب قانون اللعب المالي النظيف هتشوفوا اللي هيحصل ايه الفتره اللي جايه يبقى افتكروا الحلقه بتاعت امبارح دي انا عارف ان كلكم او بعد ما لا يشجع الاهلي فاكرينها كويس وعارفينها كويس وعارفين انا انا قلت فيها امبارح لكن ما فيش مشكله افتكروا في الكلام اللي انا قلته امبارح في قانون اللعب المالي النظيف والنهارده في موضوع الرخص مش ممكن هتبقى معايا دكتور وما اسالكش عن اختيارات قبل هروح للاهلي في الجزء الثاني كله لكن الاول اتكلم عن منتخب مصر منتخب مصر واختيارات روي فيتوريا انا بشوف انه اختيارات روي فيتوريا او انت شايف ازاي اختيارات روي فيتوريا اولا هو يعني على حسب اللي شافه بعينيه في الفتره اللي كان موجود فيها اختياراته منطقيه الراجل بيحاول ينزل بمعدل الاعمار بتاع المنتخب بيحاول يجيب اللعيبه اللي يقدر تمشي بفكره واللي هو شافهم أوكي. شايف انه ما خدش يعني ممكن ممكن يكون لعيبه النادي الاهلي اتظلمت شويه لان مش كلهم شافهم بعينيهم شافهم بعينيه لانه كان معظمهم مريح نتيجه لفتره الراحه الاجباريه اللي خدها النادي الاهلي في اخر مباريات في الدوري العام ولكن مع الوقت اعتقد انه يعني في ناس هترجع تاني ممكن يكون محمد شريف واحد منهم اعتقد ان مكهربا في حاله انه يبتدي يلعب اعتقد انه ممكن يبقى موجود بواحد منهم في ناس كتير ممكن ترجع تاني من النادي الاهلي خصوصا انما بقيه الانديه ما اعتقدش ان في حد تاني كان ينضم وهو ما ضموش الراجل عواد خل... ايه رايك في عواد عدم انضمام عواد. عواد انا شايف ان الرد فعل بص قبل اي حاجه قبل ما اتكلم في عواد رد فعل عواد كان مستعجل قوي متصاربع قوي أوكي. ماشي دي, دي ما على جنب بتكلم فنيا فنيا لا عواد كان يستحق انه يبقى متواجد الفتره اللي فاتت من وجهه نظري اخر ثلاث شهور هو احسن حارس متواجد تحت الثلاث خشبات مظبوط كلامك مظبوط لا لا طبعا لكن في نفس الوقت حلو جدا خلاص تمام كلنا ما خدوش مقت... نعم بقول لك ما خدوش ما كانش يتكلم دي هي دي ليه بقى ليه بقى؟ يعني انت شايف ان هو استعجل ليه أه هقول لك ليه يعني يعني هو, هو حس مثلا ان في ظلم معين واقع أه عليه ممكن فبالتالي ممكن او ممكن يكون له سخن يعني او حد, حد سخن حد هو ممكن يكون اللي وصل له ان انت قاعد عشان خاطر الزمالك لسه عنده ماتش في افريقيا وبتاع فانت معانا وما رحتش المنتخب فلما عرف ان ما فيش اتفاق حصل بين مستر فيتوريا في زمال ومستر فيريرا ما انا آه بقول لك اهو ممكن يكون الاتفاق بين هو كان فاكر ان مستر فيريرا ومستر, ومستر آه فيتوريا اتفقوا على كده آه آه انما لما عرف ان ما فيش اتفاقات ولا حاجه آه سخن وطبعا أنا مش معاه في السخونة دي، أه هو يستحق يكون متواجد ولكن ساعات كده الأجانب بيبقى عندهم عندهم إيه نقط محددة، أنا شايف إن من أهم النقط اللي استبعد منها عشانها عواد هي الطول لأنه خلي بالك هو واخد مين؟ واخد الشناوي واخد أحمد الشناوي واخد محمد صبحي الثلاثة قامتهم طويلة ودي من بعض الفكر الافكار بتاعه المدربين الاوروبيين عامه انه بيحبوا الجون يبقى شاسيه بتاعه كبير اه دي حقيقي دي حقيقي آه الشاسيه بتاعه يبقى كبير علميا اه يا احمد ولا علميا آه مش صح كل ما بتطول كل ما تكون المرونه اقل ورشاقه اقل آه. ماشي انما دلوقتي بالتدريبات الجديده يعني دي اه طبعا ما بقولك يعني بالتدريبات اوبلاك وكورتوه حاجه وبلاك صحيح؟ عكس عكس طبيعي عكس, عكس الطبيعي يعني عكس بس الطبيعي اه ماشي التمرينات دلوقتي بتاعت الرشاقه والمرونه وتليين العضلات بتفرق كتير جدا دلوقتي أوكي. في الموضوع ده فاعتقد ان من اول النقط اللي حطها مستر فيتوريا في دماغه انا ما اعرفش أنا بتوقع أنا بتوقع أن الموضوع يتعلق بالطول المناسب إنما هو يستحق ولا ما يستحقش؟ لا طبعا أنا شايف أنه كان يستحق بس الرسالة العواد استعجل أه يعني حاول تهدي الأمور ما تعملش ما تعملش فراغ بينك وبين الجهاز الفني لأن تعرف لأنه لسة بدري. أنت عارف أنت عارف البرتغاليين بالذات اه لا ده لا البرتغاليين لا. بالذات لو اتقفلت آه والله لما لو الموضوع إيه؟ اتقفل معاهم لو جبت له السيدة يعني السيدة زينب في ظهرك ما بيحطوش مستر مانويل ما كانش خلاص كره واحد خلاص آه فانا مش عايز فيتوريا ياخد عنك فكرة ان انت خلاص مش هتيجي تاني عشان كده كنت اتمنى ان عواد يكون آه يعني واتمنى من القريبين منه يهدوه شويه عشان الامور طيب. ما توصلش حاجه اكتر برضو اختك لقصه النادي الاهلي او اولا عوده ميشيل يانكن لحراسه المرمى او للاداره الفنيه انا بسميها اداره فنيه لوحدها لحراسه المرمى ايه رايك في هذا القرار ان شاء الله ان شاء الله يعني هنجنس المره جدا 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 مش عايز أنز... يعني المدرب اللي فات اللي كان مع مستر سواريش على فكره مدرب كويس جدا جدا آه. شفته اه شفته شفته بيمرن يعني. بتاعته أوكي. مدرب كويس جدا عنده حاجات جديده علمتني وتعلمت منه عشان ما اكذبش عليك آه آه مستر يانكون طبعا بقى بص اهم حاجه بين المدرب وحراسه علاقه الحب والود م. تخيل بقى لما علاقه الحب والود مش تبقى بين المدرب وحراسه بين المدرب وجماهير النادي الاهلي تمام الـ الـ الناس كلها بتحب مستر يانكون م. الاداره مجلس الاداره عندنا بيحب مستر يانكون الجهاز الاداري بيحب مستر يانكون الحراس كشخصيه بتموت فيه وهو مدرب قدير وعنده خبرات كبيره جدا في نفس الوقت الراجل يعني في الفتره اللي جه فيها خلى محمد الشناوي يروح من حته لحته تمام مش عايزين ننكر ان السنه اللي فاتت الشناوي ما كانش في اعلى مستوياته بس ده كان يرجع لانه كتير. فتره آه فتره كبيره ما بيريحش فكان تعبان وكان أوه. الخلفيه عنده المشكله عنده خلفيه شمال دي انا شايف ان هي كانت ازمه بس الحمد لله ان شاء الله يكون الموضوع اتحل فاعتقد ان رجوع مستر يانكون هيرجع مستوى حراسنا العالي خلي بالك مش عايزين إن إن نغفل مستوى مصطفى شوبير وعلي لطفي في المباريات اللي لعبوها لانهم كانوا من احسن الناس اللي موجودين في الفتره دي فانا شايف ان رجوع مستر ميشيل آآ آآ او على الاقل لو ما رجعهمش للمستوى اللي هو الاعلى من الطبيعي اللي احنا عارفينه هيرجعهم لمستواهم السابق وهو ده اللي احنا عايزينه لان احنا جمهور النادي الاهلي الاول كان بيقول عايزين جون عايزين جون عايزين جون اول ما لعب مصطفى شوبير وعلي لطفي الناس كلها سكتت وما فتحتش بقها وقالت لا نس... ليه نروح ندفع 30 مليون جنيه في حارس هيجي يقعد احتياطي للشناوي طب ما نخلي 30 مليون جنيه نحطها في راس حربك كوي... او ده الكلام اللي كان بيتقال ساعتها صح. فاعتقد ان رجوع مستر يانكون للجهاز الفني حاجه ايجابيه كويسه جدا وان شاء الله نجني ثمارها عن قريب لان انا عارف ان الراجل ده مدرب كويس وانسان محترم طيب الشناوي مصطفى شوبير آآ, علي لطفي حمزه علاء رايك رايي في ايه <applause> هذا رباعي <applause> لا عودة يعني انا برضو بستغرب ها. ودي هربطها شويه بالمنتخب انا الشناوي بقاله شهر اجازه اجيب حد في المنتخب بالنسبه لي برضو لا, لا، ما، ما بص في رقم واحد مهما حصل هو رقم واحد الشناوي في الفتره الحاليه مش انا مش بتكلم ان هو رقم واحد ولا رقم آه، هو رقم واحد طبعا آه،, 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 آه انا مش بتكلم في كده انا بتكلم وجهه نظري ان كان الانسب فريقه بيعمل فتره اعداد وانا كمنتخب ما كانش عندي حاجه يعني كان ممكن يجيبه على الماتش مثلا ما هو برده ما هو في المنتخب بيعمل يعتبر بيعمل انا مش عارف هو بيتمرن ازاي في اعداد بيعمل فتره اعداد بيعمل, آه بيعمل فتره اعداد مصغره يعني كان كابتن سيد كان كلم اطمن على القصه دي من الشناوي وهم بيتمرنوا ازاي عشان يقدر يوازي الحتتين بالظبط فاعتقد ان هو بيعمل فتره اعداد اللي انا عايز اكد عليه لو حطيت شوبير في نادي وحطيت علي لطفي في نادي وحطيت حمزه علاء في نادي الثلاثة دول لو كل واحد فيهم في نادي وبيلعب بصفه مستمره كان جمهور النادي الاهلي هيشاور عليهم ويقول انا عايزك تجيب علي لطفي لا انا عايزك تجيب مصطفى شوبير لا انا عايزك تجيب حمزه علاء لا صدقني لا. الحراس دي من اعلى الحراس اللي موجودين في مصر. ولا خوف ان شاء الله على آه... عرين النادي الاهلي لان الـ 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 الاربعه يساووا بعض، الناس كلها شافت مصطفى وشافت علي، بس أنا بقول لكم أهو، حمزة أنا عن نفسي عايز آخده معايا أصوات. ليه؟ مم. لأن أنا عندي ثقة فيه، أنا شفته في الناشئين وعارفه، وعارف وعرف إمكانياته، وعارف الولد قد إيه جون كويس، آآ آآ فـ 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 فالأربعة لا يقلوا عن بعض. مم. على فكرة، اللي بيتمرن معاه ده اسمه محمد أشرف كوتو. كوتو ده لولا وجود حمزة علاء وعلي ومصطفى شوبير كان الناس كلها هت وان شاء الله بص سنتين مش دلوقتي عشان بس ما اقولش ما ما حاجه انا مش هندم عليها محمد اشرف كوتو ده جون كبير جدا 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 وعنده ثقه في نفسه زيه زي وزي مصطفى شوبير بالظبط فالقصه كلها ان 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 الاربع حراس الموجودين ومعاهم حتى كوتو حتى تصعيد عمر كامل خلي بالك عمر كامل انا اشتغلت معاه سنتين في 2006 ان شاء الله هنشوف حاجه مميزه في النادي الاهلي في السن ده يعني لا خوف على حراسة أنا دي وجهة نظري انا شغل... اشتغلت في الناشئين وعارف انا شايف ان الناشئين لحد 2005 2006 لحد كده ده اللي انا تابعته بعناية انا بقول لك ما تخافوش على النادي الاهلي في الفتره دي في كحراسه مرمى اه اللي تخاف عليه اللعب بمعنى ان لازم الناس يلعب. دي تطلع اعارات لازم يلعبوا آه. لازم يلعبوا على الاقل انت عندك دلوقتي خمسه لازم تطلع منهم اثنين اعاره آه. صدقني هتفرق معاهم ايجابيا جدا لان الاستمراريه في اللعبه طبعا المو... خلي بالك محمد صبحي وجاد. ما بقوش كده غير لما لعب كده غير لما لعب بالظبط يعني لو فضلوا كانوا مع بعض تقريبا الاثنين او لا. واحد. اه واحد. سن, سن واحد سن واحد, يعني. سن واحد. يعني. فهم اللي أو... سن واحد بس ميزتهم ايه ده كان بيلعب في الجد راح نبيو. الزمالك راحوا مطلعينه اعاره لعب سنتين ما هو بقى محمد صبحي محمود جاد في ام بي هوب الثلاثه الكبار مشوا وبقى هو اللي موجود في الصوره لعب وركب وبقى محمود جاد أنا شايف إن لأ حراسنا لا تقل عن الاثنين دول تحديدا بس يطلعوا يلعبوا تحسبها ازاي أنا مش عارف ولكن لكن لمصلحة النادي الأهلي ومصلحة حراس النادي الأهلي لازم على الأقل من الخمسة اللي احنا بنتكلم فيهم دول اثنين يطلعوا عارف. أتمنى إن حمزة علاء يطلع إعارة أتمنى إن كوتو يطلع إعارة لأن دي هتفرق معاهم خاصة إن احنا مش هنعتمد عليهم بصفة أساسية بس ممكن تشتريهم قدام أوكي فاهمني؟ فعشان كده كنت أتمنى إن الاتنين دول تحديدا يطلعوا عارة وأتمنى تفق... لأن دول هيجوا بالإجابة علينا، يا أخي لما لو مش أنت طلعتهم عار ومش هتقعدهم معاك هتبيعهم بالشيء الفلاني. فاهمني؟ <applause> <applause> فعشان كده أنت هتبقى كسبان من جميع النواحي. أعتقد إن كان أولى إن واحد فيهم مش هقول من الخمسة وإثنين أقول واحد بس لازم يطلع فيهم اعاره انما الحراس ان شاء الله ان شاء الله ما تخافوش على عين النادي الاهلي ابدا انت بترسم على حد عشان كده عمال تقول كده اه والله آه آه <applause> هذيب... <applause> العظيم هو بقى كلمت النهارده كمان كابتن السيد النهارده بس ما ينفع يعني ما عشان كله تايد افريقيا للاسف ما كلهم برضو تايدوا افريقيا فانت مش هتعرف تجيب حد يعني انا بتكلم عن نفسي بقى <applause> لا أه مش يعني من هنا بقى لشهر واحد ربنا يحلها <applause> ربنا يحلها <applause> لكن برضو كان معايا من كام يوم الكابتن احمد ناجي وكلم معايا على انه حراسه المرمى في مصر كلها بخير يعني مش قوي اوكي انا في ظروف دلوقتي عمال ادور على حد يجي يسعدني يسندني يعني انما هقول لك في اللي بيلعبوا بصوره اساسيه آه. اعتقد لا احسن من احسن من بلاد ثانيه كتير يعني انت لما تتفرج حتى الدوري الانجليزي ذات نفسه مش كل الحراس كويسين الدوري الاسباني ذات نفسه مش كل الحراس كويسين آآ آآ تعالى اتفرج في الدول العربيه هتلاقي في كل نادي في كل سوري في كل دوري هتلاقي ثلاث اربع حراس بس يشار اليهم بالبنان انت هنا اما بتيجي تشوف مين اللي رايح المنتخب بتتخانق على اربع خمس ست حراس اوكي الحارس المصري بطبعه احسن من من الشرق الاوسط كله طول عمرنا لما تبص في افريقيا عامه هتلاقي بس بيل انطوان هتلاقي نكونو هتلاقي الزاكي جرو... جروبلر بس جروبلر ما كانش اه يعني لا ما كانش واو كحارس بقى ماشي هو اه لعب في ليفربول فتره بس ما كانش واو قوي كحارس يعني آه ف... فانت بتتكلم آه آه انا بقول نكونو انطوان بيل آه زاكي تعالى بقى هنا في مصر هتلاقي يعني من ايام كابتن عبد الجليل كابتن اكرامي كابتن ثابت الله يرحمه كابتن شوبير شوف عصام الحضري شوف الشناوي دلوقتي هتلاقي على طول الحراس المصريين متفوقين فاعتقد لا احنا 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 عندنا الحراسه في مصر اللي بيلعبوا مستواهم كويس انما اللي ما بيلعبوش بقى يا اسلام بعيد خالص الفرق شاسع قوي اوكي هي دي ما هي دي المشكله برضه فوزي ان احنا طب يعني كيف يتم التوازن في هذا الامر؟ يعني انا عندي واحد واثنين، واحد ماشي كويس وما بيتصابش وزي الفل، اعمل ايه؟ مش بس انا عندي فكره ان انا ممكن كمدير فن كاس ودول مثلا لا لا مش كاس ودول، ثلاثة آه وواحد، اثنين و... اسمعني بس اسمعني آه هتمشي هتمشي آه على المدى البعيد خاصة أنت مش كل الماتشات ثلاث ماتشات وماتش ثلاث ماتشات وماتش ماشي؟ أنت آه آه مش آه. كل الماتشات اللي أنت بتواجهها بتقابل الفرق اللي هي أنا بتكلم عن النادي الأهلي ايوه ماشي انا بتكلم عن لو حد, في حد. أيوة. لا, أيوة. لا, لا انا بتكلم عن الاهلي لا كل الفرق بس. اللي انت بتقابلها فرق قويه وبتنافس على البطوله اوكي فاهمني فانت ايه المشكله لما تدفع دور ال 32 اللي جاي لو ربنا كرمك في الماتش الاولاني وعملت نتيجه كويسه هناك لما تيجي هنا تدي حد تاني من الاثنين صح؟ ممكن آه تعالى ماتشات الكاس أو أعتقد دي بتحصل في الفترات الأخيرة يعني أيام مانويل جوزي كان عصام بيلعب الدوري وأمير بيلعب الدوري ده شيء طبيعي كل... لا ده اه ماشي ونهائي الاهلي والزمالك نهائي أمير مفيش مشكلة ده طبيعي أنا بتكلم بقى في الدوري بتقابل سين من الفرق بتنافس على الهبوط هل محتاج أوي الشناوي يقف؟ لا ده أنا ممكن أريح الشناوي وأفوق الجون اللي معاه وأقول للشناوي خلي بالك في حد بيدب وراك فركز أكتر أوكي الحاجات دي بتفرق في فترة من الفترات كابتن سيابت خد قعد على على ما اتذكر 19 مباراه ما دخلش فيه جون السنه اللي بعدها السنه اللي بعدها وده اكبر رقم في الدوري المصري على الاطلاق تمام السنه اللي بعدها كابتن اكرامي ماتش وكابتن ثابت ماتش كابتن اكرامي ماتش وكابتن ثابت السنه اللي بعدها على طول مع ان الاولى ان كابتن ثابت كان يكمل الموسم اللي بعده. صح. فده شيء طبيعي والاثنين في فتره من الفترات كانوا بيروحوا هما الاثنين المنتخب مع بعض وده بيلعب ساعات وده بيلعب ساعات على حسب المدير الفني يعني في كاس الامم 86 كابتن اكرامي كابتن ثابت اللي كان بيلعب قبلها بسنه وفي تصفيات 84 و85 كابتن اكرام اللي كان بيلعب والاثنين كانوا حراس النادي الاهلي. طبعا. فعشان كده الاستمراريه تخيل بقى لو كان كابتن اكرامي بس اللي بيلعب كابتن ثابت ما كانش هيبقى موجود. ما كانش هيلعب كاس امم بتاع 86 طب تخيل بس كابتن ثابت اللي كان بيلعب كابتن الكرامي ما كانش هيبقى متواجد في فيما قبل فعشان كده تواجدهم الاثنين او لعبهم الاثنين بصفه متبادله اه مش على طول زي بعض ولكن زي ما بقول لك كده 3 1 4 1 عارف الحاجات اللي هي ايه تدي الحارس الثاني امل او الحارس الثالث تدي له امل انه برده ساعات انا بتكلم بقى من ناحيه كجون اتفضل ساعات وانت قاعد لما بتقعد ماتش في الثاني في الثالث في الرابع مش كلنا عندنا نفس التفكير الايجابي مم. مش هستناها لما تجيلي لي هرمي الفوطه بقى وخلاص وانا مانتخ و... وموظف لا و... 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 وانا هوجع قلبي ليه واتمرن واعذب نفسي ليه طب اه ده انا الخلفيه وجعاني طب اه ده انا الضم وجعاني بتحصل وحصلت وفي ناس بت... ب... م... م... متعوده على كده <applause> لو ما بيلعبش بي... بيخترع ان هو مصاب تمام فعشان ما تقلش من الناحيه النفسيه بالنسبه للحارس بتاعك اديله 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 على فترات متباعده ولكن اديله لإن أنت هتساعد نفسك على المدى البعيد. مم. ليه؟ مش ب... مش هتساعد نفسك ك... كحارس أبوك هتساعد نفسك ك... كمدرب. إن أنا لما أدي ده ثلاث ماتشات وده الأساسي والعالم ك... وبيلعب أساسي في منتخب مصر، ودي ده كل مثلا شهر أدي له مباراة. صدقني هيبقى هلاقي إن الحارس اللي بي... بيشارك على فترات متباعدة ده، أه موجود في اللعب، لما أحتاج له هيبقى موجود. هيبقى موجود. أخيرا مارسيل كولر شايفه إزاي؟ آه مش بختيار. شايف حاجة لسه. اختياره بص اختيار لا اختياره واختيار موفق الى حد ما احلى حاجه في الاختيار ده ان الراجل ده لعب فترات كبيره ب 4 4 2 و4 2 3 1 ودي اللي احنا كنا نتمناها كجمهور وكقريبين وك, من اللعبه عايزين واحد بيلعب الكوره بتاعتنا الكوره اللي هي الخروج بكوره من تحت ان انت تكسب خلي بالك 4 4 2 دلوقتي العالم كله بيلعب بيها او بيلعب ب 3 5 2 رجعنا للشغل بتاع زمان في, الـ في, الـ في, الـ في اوروبا فلما راجل زي ده مسك منتخب النمسا فترات كبيره لعب مسك زيورخ مسك مسك فرق كبيره في اوروبا اعتقد ان ان شاء الله ان شاء الله هتبقى حاجه ايجابيه لينا واهم حاجه اهم حاجه انه بيلعب بطريقه لعبنا وبنفس فكرنا في الكوره عشان كده اعتقد ان قفشه هيرجع يلمع تاني محمد محمود هيرجع يلمع تاني كهربا هيرجع يلعب يلمع تاني مع الراجل ده تحديدا لانه طريقه اللعب هي اللي بتحدد اللعيب شكل اللعب شكل اللعب هيبقى ازاي واللعيب المؤثر في الملعب هيبقى عامل ازاي اكيد سافيو ده لو لعب برده 10 هيبقى حاجه من وجهه نظري هيبقى حاجه حلوه قوي يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي انا بشكرك كل التوفيق يا احمد خلال المرحله القادمه يعني هتبعد عننا شويه لكن يا رب يا عم موجود موجود ان شاء الله ربنا يخليك بشكرك جدا يا على وجودك حبيبي حبيب شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن احمد فوزي هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استاذ عصام شلتوت والاستاذ والله طيب محمود استاذ صبر محمود صبري محمود صبر والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير لكن بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره نجم الكبير وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهري ازيك يا استاذ جمال اهلا بك يا حضرتك استاذ محمود صبري ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ محمود صبري ازيك يا استاذ محمود منور يا حضرتك يكونوا كله تمام؟ ربنا يعينك الحمد عينك. لله ربنا يعيننا جميعا كان الله في العون ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله طيب خليني ابدا مع حضراتكم ب البدايه انا دايما لما بحب اجي اتكلم وبفتح مواضيع مهمه خاصه بكره القدم او مستقبل كره القدم مم. في مصر، البعض بياخد هذا الكلام في اتجاهات معينه ما بتفرقش معايا الحاجات دي خالص خالص، مم. لكن انا اللي بيفرق معايا يعني ايه قانون اللعب المالي نظيف ابدا مع حضرتك يا استاذ جمال وهل يمكن تطبيقه في مصر؟ بمعنى هل احنا اللي انا عارفه مم. انه سوف يتم تطبيق هذا الامر خلال فتره وجيزه شوف يا كابتن اولا الاعلام دوره ان هو يفتح طبعا مثل هذه القضايا لان الحقيقه برضو احنا اتاخرنا كتير في مشاكل وخناقات جانبيه مم. يعني بعيده عن صلب الموضوع اللي هو كره القدم وكيفيه تطويرها فبعدنا جدا اللي لما نيجي نتكلم في قضيه جاده المفروض الناس تبقى مبسوطه يعني مش تزعل من حاجه يعني لانه انت بتتكلم في تطوير كره القدم المصريه لو هيحصل هيحصل يعني انت طرحت موضوع القانون اللعب أوه. المالي النظيف وقضيه رخص, الرخص رخص المدربين, المدربين البرو دي كلها ايوه ده ده لا لما بالصدفه والله أوه. احمد فوزي بيقول لي من 2016 2017 لغايه اللحظه دي واتحاد كره القدم بيقول هو بيقول كده ألزم الناس اللي تبقى قاعده على الدكه ان هي أيوة. عندها سي كمساعد مدرب او مساعد تاني أوه. ثم البي المساعد الاول بالزبط. ثم ده إيه. عمره ما يتم إيه اه اه بس عم. هيحصل ازاي وهم اساسا مش موجود عمره ما يتم بقى 8 سنين في مصر بص يا كابتن ده عمره ما يتم غير بحاجه اساسيه جدا الاتحاد المصري لكره القدم ايا كان مين الاعضاء وايا كان مين الرئيس هو اللي بيتبنى او هو دي مسؤوليته ان هو يخلي ده جزء من اسلوب العمل أوكي. او طريقه العمل أوكي. لانه ما ينفعش ان انت تسمح بنزول مدربين او تولي مدربين المهمه بدون رخصه طيب مثلاً. هل هو يقدر دلوقتي ان هو يوقف مدربين ما يقدرش لان هو مش هو, هو اللي عامل ما يقدرش لكن يعني. يقدر يحط في شروط اللعبه شروط المسابقه ان المدرب يجب ان يكون مستوفي الشروط ما ينفعش ان هو ي... هو مستوفي الشروط اه هو بيقول لي احمد فوزي مثلا آه. الفقرة السابق بيقول لي ان هو كان معاه ان م. هو دافع الرو... ان هو ياخد الرخصه سي من 2000 من 7 2016 مين اللي دافع هو احمد فوزي أحمد. اه, آه. ولغايه النهارده ما اتعملتش من ايامها طيب ما هو ده غلط يا غلط مين غلط اتحاد الكوره طيب اللي ما اللي كيف يمكن ان يلزم اتحاد كره القدم أه المدربين او المدربين الفنيين او المدربين المساعدين او المدربين أه الحراس وهو اللي حارم الناس لا بد من الزام بقى اتحاد الكره نفسه ان هو يطبق القواعد اللي هو عايز يطبقها دي يعني هو زي ما زي ما الكابتن بيقول كابتن فوزي ان هو دافع وعامل كل اجراءاته ان هو يحصل على الرخصه مين اللي اللي مانع أنه هو ياخد الرخصه الاتحاد لا لابد ان يكون هناك وده اللي احنا بنتكلم عليه اتحاد الكره مش دوره فقط ان هو يتعاقد مع مدير فني المنتخب اه ومدير فني المنتخب الاولمبي ويطلع المدير الفني للمنتخب بتصريح عجيب الشكل انت جايبه يقعد لغايه 2026 يطلع يقول لك انا لا قاعد موعدش موعدكش هسميه فيتوريا ما وعدكش بقى أه بانه هو بس عنده حق برضه يا لا ياخد هنرجع في الكلام ده لا ياخد كاس امم أفريقية ولا <تصفيق> يصعد <تصفيق> الى كاس العالم طب امال انا عامل مشروع ليه؟ ما هو طب ما انا اخلي <applause> طب دي قصه تانية هنتكلم فيها لا ده انا باتي <تصفيق> مثال <تصفيق> آه. على كيفيه التفكير طريقه التفكير اوكي انت بتعمل نظام لكره القدم المصريه هذا النظام له قواعد اللعب المالي النظيف مش اختراع او مش اختراع. اصبح هذا في هذا التوقيت ضروره ملحه ويجب عشان يبقى عندك رخصه للمشاركه في البطولات الافريقيه مثلا ها وبطولات العالم والكلام ده كله لازم يكون عندك هذا القانون مطبق عشان تمنع التحايل بقى على المسائل والميزانيات والدنيا ما مش هت مش هتستمر بهذا الشكل استاذ محمود نفس الكلام برضو لانه من الاول أخذ تعليق حضرتك على موضوع قانون اللعب المالي نظيف ومتى يمكن تطبيقه لاننا لا نعرف ان هو سيتم تطبيقه في اقرب فرصه بص حضرتك هو طبعا كلنا عارفين انه القانون ده ظهر بعد انتقال نيمار الى باريس سان جيرمان يعني كانت صفقه تعديلات بقى اللي حصلت آه. لكن هو من 2009 تدعي... لا أنا ما انا آه. بقول لك تداعيات تداعيات المساله ظهرت في المبالغ الكبيره اللي ظهرت مليون. طب تعال انت بقى عشان تحط الكلام عندك ده عندك النهارده اتحاد الكوره وحط في ال... هو ال... حطه حط... يعني حط لائحه من اللوائح الاساسيه تطلع تقول لي مثلا انه لائحه اساسيه هيبقى واحد يعني لما تحط حاجه لازم تفنط صح. تفنط ايه كمان الاسباب واللي مش هقدم ميزانيه كامله بالضبط. هعرف احاسبه ازاي وبعدين لما اجي اتكلم مم. انت على مسار الدوري يعني بطولتين ثلاثه دوري من وقت ظهور نادي بيراميدز في على الساحه مم. وكتير جدا بدات الامور تصير حول كثير من الصفقات الغريبه ولاعيبه جت بارقام فيها مبالغ بيها ب مليون و7 مليون جت لعبت في الدوري المصري وشفناها ماتش واثنين بعد كده اختفت وراحت وجت بدا الكلام يبقى في الظهور من ناحية دي يا كابتن اسلام نعم. يعني ايه مع ظهور بيراميدز أصبحت المادة دي بدأت تأخذ مساحة من النقاش حوالين لعب المنزل فعلاً كان في تعاقدات غريبة ومثيرة ومرعبة بمبالغ كبيرة جدا ارتفعت فيها قيمة الأسعار بشكل مبالغ فيها مع أنه يعني القيمة للعيبة اللي جت تتعدى 7 أو 8 مليون دولار في فترة من فترات في حد ذاته رقم صعب جدا ولعبة شفناها لعبة ماتشين وثلاثة وبعد كده اختفت وبيقول لك اتباعت مش عارف إيه وعدت الحدوتة يعني بمعنى صح ان اتحاد الكره لابد يكون دقيق واذا اراد الحفاظ علي اللعبه وانه ينميها ويحميها من مثل هذه المتغيرات لازم يكون عنده شفافيه كبيره جدا ويعلن انه النادي الاهلي قدم ميزانيه مثلا 100 مليون ميزانيته، انت مطالب بال مليون ده على انك تنفق منها على تعاقداتك ورواتب لعيبتك ورواتب الناس على الاقل 70% منها، وبيحط لك هامش ربح وهامش خساره تحسبا لاي شيء في المساله دي، م. الامور دي تتك... تتك... تتقال انه ميزانيه آه الانديه هتقول لي دي من... لا مش من الاسرار ما انت عاوز تحافظ عشان تقول حجم التعاقدات هتبقى واضحه ازاي <applause> بدليل انه في انديه م. بدات تقلل م. انا أيوة. بقول لك في ظل الظروف دي بدات انديه مثلا بيراميدز اللي الاعلى رواتب بدا يستغني على كثير من اللعيبه تدريجيا اللي كانوا بيدفعوا رواتب عاليه جدا بدا دلوقتي بدا يتحول تدريجيا الى اللعيبه الاقل لغايه مثلا مع السنه الجايه هتلقى المساله اختفت وقفت مثلا على مين؟ على رمضان الصبحي على عبد الله سعيد على علي جبر هتبقى تدريج واحد يتم تسريب المسائل دي فامر طبيعي جدا انك انت مع السوق اللي انت شايفه العالمي كبير جدا الدوري المصري من الدوريات المميزه ولازم تحميه ولازم يكون اتحاد اتحاد الكوره لديه من القوه. معلش يا استاذ محمود وحالي بتتكلم معانا قلنا قرارات مجلس اداره اتحاد كره القدم مش اسلام اللي بيقول أه مش طبعا. قرارات مجلس اداره اسلام الشاطر ها أه لكن دي قرارات مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم اللي بيدير لعبه كره القدم في مصر. اه لتاريخ 14 اغسطس البند اللي هو لا يجوز اه شراء اللاعبين لا يجوز لاي نادي في حدود ميزانيه مقدمه من النادي في ملف الايه؟ في ميزانيه مقدمه من النادي في ملف إيه التراخيص طيب ملف التراخيص اه طيب يبقى ده منطقي وعلى فكره ده هو مش انا اللي قايل لا على فكره اتحاد الكره والله على فكره طيب. ده مش مش موجه لنا... لانديه بعينها ده مش موجه يعني انا تعقيبا على كلامك يا استاذ محمود م. نادي بيراميدز مثلا انت قلت ايه دلوقتي؟ هو من نفسه ابتدى يقلل يظبط ميزانيته يعني هيبتدي يستغنى عن لعيبه هيبتدي يظبط الميزانيه بتاعته الاستاذ النهارده صح ولا غلط طبعا صبوط. لكن النهارده صح. الاستاذ شريف اعتقد اللي هو المتحدث باسم نادي أمبي بي أم كان بيتكلم على موضوع مصطفى شلبي وبيقول ان مصطفى شلبي يعني ان النادي الاهلي كان عايز يعمل تبادل صفقه أي. في الصفقه بتاعت مصطفى وكذا وكذا م. انا معرفش طبعا الكلام ده صحيح ولا مش صحيح لكن انا بقى بقرا الكلام اللي قاله الاستاذ المتحدث الرسمي, المتحدث الرسمي باسم م. نادي أمبي فقال انه أم ان النادي الاهلي كان عايز يعمل تبادل في الافراد لكن نادي إمبي رفض بسبب سقف الرواتب آه عنده آه ما سقف الرواتب دي آه اللي هو بيوديك لفين؟ آه لقانون اللعب المالي النظيف آه فده اللي انا بقوله وده اللي انا بحاول اقوله للناس ده اللي انا بحاول اشرحه للناس عشان انت اللي قلته بس يعني بالظبط كده عشان هو ايه طالع بس من قناه الاهلي فتلاقي اللي اللي بعد ما لا يشجع الاهلي من اليمين والشمال يخشوا ويعمل لك الفيلم اللي اتعمل لكن اهو سقف الرواتب اللي بيتقال ده هو قانون اللعب المالي النظيف انت قال, قال ليه منه انا مش قلقان مش انت انا بقول يعني, يعني, يعني. يعني, يعني انا مش عايزه ليه لا. انا قلت يا استاذ محمود في ضمن ال... برافو عليك انا قلت في ضمن الكلام ايه كل الانديه اللي عليه شيك ب 1000 جنيه مم. وبدون رصيد هيبقى عنده مشكله كبيره اللي عليه حجز من الضرايب من الضرايب حجزت على الفلوس عليك عليك ضرايب وما دفعتهاش طيب. بيحصل معايا ومعاك ومع كل الناس مم. بيحصل في الدنيا كلها حجز عليك مش هتعرف تصرف مليم ولا لازم تقول ده ايه وده ليه هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ما انا بقول حضرتك انت قال, قال ليه وخايف من ايه ومش في دوره مستنديه بتدخل ودوره دخول وكل بتاع معروف والكلام ده ده في النادي الاهلي ما انا بقول لك اهو يعني مفيش حاجه بتطلع وتدخل غير بحسابات وتبقى الدنيا الدنيا واضحه يعني عاوز اقول ايه؟ انه اتمنى ان اتحاد الكوره يمتلك الشخصيه والقوه في اظهار فيجي في, في 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 بدايه خلاص الموسم خلاص هيبدا ها يا ريت يقول لنا حجم التعاقدات اللي تم وحجم الانفاق من كل الانديه بس اللي لازم بس لازم يا استاذ محمود برضو اتحاد كره القدم يكون له دور توعوي بمعنى ان انا وريت لحضرتك القرار اتحاد لا. كره القدم القرار ده في كتاب قد كده انا قاعد بقرا في الكتاب ده بقى لي يومين والله او بقى لي أربعة ايام بقرا في الكتاب ده ليه اللي هو قانون اللعب المالي النظيف بحاول اقراه ده قانون كتاب قد كده قد كده كبير قوي تقعد تقرا فيه علشان تفهم فاللي عامله مجموعه من خبراء الاقتصاد وعلى فكره ده معمول يا كابتن اسلام بناء على ده في اوروبا تجارب واقعيه حصلت في الملاعب مع كل الانديه مظبوط فابتدى يبقى فيه، ما هو دايما الافكار اللي من هذا النوع هي بدات تطبيقها امتى زي ما حضرتك بتقول؟ 2009 2009 بدات مش. الفكره ولكن تم تطبيقه بدايه من 2011 ليه قبل كده ما كانتش مطبقه؟ لان ما كانش حجم التعاقدات عارف استاذ جمال الـ 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 الاساس في هذا الموضوع ايه؟ أو. ان الاتحاد الافريقي اليويفا في الاتحاد الاوروبي في ذلك <متصفيق> الوقت اليويفا قال ايه؟ قال او شاف خمسين في المية من الاندية بتفلس أيوة. في اوروبا أيوه. من كتر التعاقدات والكلام اللي حضرتك بتقوله ده وبالتالي أو. هو عايز يحافظ على التوازن فالزم الانديه ان هي تبقى عندها خساره أيوة. قدهم طبعا على اربع خمس سنين الكلام ده مش م. في مش مره واحده م. السنه الاولانيه الخساره تبقى خمسة 45 مليون السنه الثانيه 30 بشكل السنه الثالثه يعني. 15 ده. السنه الرابعه معلكش خساره م. م. اداله مهله لتسوية المباراة فبداية أوضاع يعني بداية التطبيق الرسمي توفيق لهذا توفيق أوضاع يعني توفيق أوضاع لغاية 15 6, 2016 2015 2016 م. ثم أعيد مرة ثانية هذا الأمر بعد قصة نيمار في 2000 أنا شايف إن هو 20. مش مزعج يعني مش مش حاجة مزعجة أيوة بس بيلزمك بقى مش أه لا هي مش مزعجة أنا بتكلم مش مزعجة ليه؟ لأنه الهدف الأساسي منها أن يكون دوره ان تكون دوره راس المال واضحه ماشية بشكل واضح ويضمن و... و... يضمن لهذه الانديه البقاء لان انت ممكن النهارده تشتري لعيبه باكتر من ميزانيتك السنه الجايه مش تعرف تحافظ عليهم صحيح السنه الجايه تفلس فهي مش عيب يعني فلازم ناخدها على ان هي احد الشروط الموضوعه لمصلحه الانديه واحدة مش واحنا مش هي هيتم تطبيقها انا ما اعرفش هل هيحاولوا يطبقوها في هذا الموسم ولا لا ولكن اللي انا عارفه ان سيتم تطبيقها او ستفرض سيفرض تطبيقها من الاتحاد الدولي لا. على الاتحاد الافريقي وبالتالي الاتحاد الافريقي على الاتحادات المحليه في كل البلاد الافريقيه يجب لا. ان يتم زي موضوع التراخيص طيب بقى لها كام سنه العالم كله عمل رخص الانديه المحترفه اربع سنين خمس سنين, أربع سنين، طيب خمس احنا سنين. بقى كم سنه بناخد استثناء بدايتها السنه بمد, أه؟ بمد أه؟ الاجل لنا سنتين كده في مساله ب... أيوة. ب... 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 المد بمد وكدا. اجل التطبيق طب ما هو انت لكن بدا لاز... التطبيق في هذا أيوه الموسم لازم آه ما انا بقول لك ليه لانه يوما ما لازم يحصل بهذا فعشان كده لازم نشتغل عليها آه؟ منطقيا ودون الدخول في كلام وخد أحاديث احاديث جانبيه زي ما بنيجي نتكلم على رخص المدربين ليه نفضل لغاية النهاردة مثلا لغاية النهاردة انت ما عندكش غير مدرب او اتنين اللي يقدروا يعودوا على الدكة ده جانب مش مش لا انا بتكلم بقى مثلا واحد زي عظيمة آه هو الوحيد اللي معاه لا عشان الراجل اشتغل أيوة بره ايوه لانه اشتغل بره. بره ليه انت ما تطبقش ده هنا وتب وتبتدي تعامل المدربين وفقا لهذا الامر عشان يتعودوا على كده وعشان ما يطلعوش بره ايه؟ المغاربه اذكياء جدا جدا اه عملوها اللي هي البرو ايوه الاي برو اللي حضرتك اللي هي فوق الاي كمان م. اعلى من الاي عملوها في المغرب بقى 20 مدرب في المغرب معاهم هو ده السؤال يا كابتن تخيل؟ ايوه آه هو ده السؤال اللي هي كان فيها بيتسو موسيماني اه بالظبط بيتسو موسيماني آه ومدرب فريقنا البركان اللي هو بتاع الكونغو ااا آه ابينيجي انا عاوز اقول لك على حاجه احنا اتكلمنا هنا قبل كده من الكلام ده وقلنا ان دور اتحاد الكوره مش دور انه يعمل مسابقه الدوري بس ويرعى واختيار المدربين الفنيين. ان دوره اكبر واخطر من المرحله دي ان هو دوره صناعه الكوادر، والكوادر دي على مستوى القاعده سواء كوادر المدربين سواء كوادر اداريه. ليه؟ لانك انت هنا بتحافظ على مين؟ على اللعبه وعلى الناس الموجوده اللي هتعمل لك تختار لك النشء وبتاع. هل انت حاطط لائحه بعينها في اختيار المدربين اللي هيربوا النشء يطلعوه ويكتشفوه؟ عندك مشكله في غاية الخطورة أنت مش مدرك أهميتها وشايفها أمر طبيعي جدا قولي على أي أساس المدربين دول بيشتغلوا في قطاعات الناشئين آه لو سمحت دي الدورة آه دي اللي, اللي, دي, دي, اللي دي اللي, خدها بيتسو. 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 السؤال قول على أي أساس وإمتى أنت طورت وجبت حد مثلا الناس المميزين على مستوى العالم وعملت هنا عندك زي ما بتقول هعمل المفروض معهد معهد لتدريب المدربين وجبت ازاي تعرف تجيب ناس تدرب الـ 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 الناس النشء اللي طالع من المدربين دول ازاي يختار ازاي يتعلم ازاي ياخد رخصه عاوز اقول لك كابتن اسلام ممكن ان يتم عمل ورش عمل مثلا يعني لما يبقى عندك لما عندك واحد زي مارسيل كولر ده هذا الاسم الكبير بعيدا انا بتكلم على السي في بعدين هنتكلم في الملعب واحد زي فريرا برضه اسم كبير جدا في عالم كره القدم ما تستفدش منهم بان من تعمل للمدربين او للمديرين الفنيين ولاش عمل فيتوريا م. هذا الاسم الكبير ايضا يتعمل ايه يا مره في الشهر مثلاً يعني لو مره في الشهر من المدربين وانا من فتره ايام مانويل جوزيلا لما كان موجود في النادي الاهلي ومع حجم البطولات والتفوق انا طرحت الموضوع ده ودخلت في مشكله مع مستر مانويل بسببه لان انا قلت انه ما ينفعش انه حد بحجم مانويل موجود وانه الاهلي ما يستفيدش وابناء الاهلي يستفيدوا يعني لابد كان يبقى في حساب انه الراجل ده بالخبرات دي يبقى عنده مطلع كوادر على الاقل من خمسه الى عشر مدربين شباب من تحت بالظبط برافو عليك ليه؟ لانك انت لابد تكون حاطط في حساباتك في الجزئيه دي وحاول يعملها بعد كده في وادي دجله ايوه طبعا بس ما يعني انت كان انت لازم يكون كاتحاد الكوره ونفسي انه يعني يا جماعه اعمل حاجه ايجابيه واحده بس انا بقول لك اهو اعمل حاجه ايجابيه واحده بس ابنيها ابنيها صح كوادر المدربين وبص على وضع المدرب المصري في العالم العربي عامل ايه؟ على الساحه الافريقيه عامل ايه على المشهد اللي انت شايفه دلوقتي محزن لما يبقى المدربين المصريين قاعدين في المدرجات مش عارفين يقعدوا على لا في اماكنهم لعدم امتلاكهم رخصه من المسؤول من 2017 طب الاتحاد الحالي المسؤول لا ده الموضوع ده قديم ده انا بتكلم على مؤسسة على الاتحاد ومن يديرها جه الوقت دلوقتي يا اما تبني صح يا اما تستمر في حاله يا خد وقتك وعدي وديك قاعد على الكرسي وعدي يا عم الموضه بتاعتك وخلاص يبقى اللي بعديه يجي يعمل انا بقول جمال علام عنده فرصه لكن السؤال اين المدير الفني لاتحاد الكوره؟ يعني اتقال انه هيتم اختيار مدير فني واتقال انه كان مدير اجنبي وبعد كده قال لك مصري، طب مين المسؤول عن الاعداد لمساله الحصول على الدورات اللي هيبقى فيها رخص؟ استاذ جمال الدكتور جمال محمد علي اللي انا فاهمه. خلاص الدكتور اعتقد مسك المسؤول عن بس, مسمى مدير اداره, بس إدارة المدربين مدير اداره المدربين، هل هو انت اختصرته خلاص لغيت الفكره كمدير فني وخلاص حطيتها في الدكتور جمال جمال محمد علي اللي هو بيحاضر دلوقتي لرخص المدربين في الكويت, في الكويت. زي ما بيقولوا في طب ما تعملها في مصر آه. يعني لا قبل كده لا يعني ان انا عاوز اقول إيه جيل جيل جي الوقت ايوه طبعا يا يعني. مستر فنجاده ومن قبله آه. كابتن محمود سعد هو اللي كان بيعمل الامور لازم يا كابتن لازم يا كابتن عشان الحصول على هذه الرخص ما يكونش سهل المنال مش المساله ان انا ادفع لازم الزم واعمل قايمه فيها الناس اللي عايزه واحط ايه الاسس اللي هو هياخدها يعني قدمني شهاده عشان تاخد ماجستير فقبل ما بتاخد الماجستير بتاخد حاجه اسمها تمهيد الماجستير يبقى خطوة. تجهيز واعداد بتاخده عشان توصل لدرجه الماجستير تمام خلاص انت خلصت الكليه بتاخد التمهيدي بتاخد اربع مواد خمس مواد بتذاكرهم يعمل لك اختبار وبتاع ورقم واحد فيه اللغه وبعد كده الحاجات بيديك الحاجات الاساسيات نجحت فيهم بيقول لك ايه اختار الفكره اللي هتعمل منها الماجستير فكره العنوان الماجستير بتاعك يبقى هو كذا مثلا انت التطوير ده لابد اذا ما طورتش واذا ما حطيتش قواعد اساسيه بامانه شديده وبقول تبدا من اختيار وتعليم مدربين ازاي اختيارات الناشئ، ازاي يتعامل مع الناشئ يا جماعه، احنا عندنا كوارث في اختبارات الناشئين بتحطم الكثير من المواهب بمدربين بامانه شديده الغالبيه منهم تحكمهم علاقات المصلحه، العلاقات الفنيه قليلة جدا عند مدربين عندهم الحس بيعرف في الأطلق. يعني قليل قوي دلوقتي لما تقول لي سمي يا كابتن اسلام دلوقتي سميني خمسه سته مدربين بيعرفوا يختاروا ويقول لك ده هيطلع كذا الكلام ده كان في الجيل اللي سبق حاليا في مشكله كبيره جدا طالب اتحاد الكره وبقول للاستاذ جمال علام عندك فرصه انك تبني قاعده عشان بعد سنتين ثلاثه يقولوا جمال علام والاتحاد بتاعه عملوا حاجه مميزه جدا عملوا شكل مميز طلعوا جيل من المدربين طلع خمسة ستين واحد لا. ماشي عاود عاوز اقول لك ايه لانه الحصول على الرخص دي مش بيبقى في يوم وليله ده انت بتاخد دي وبعد كده بتروح في مش في عارف فتره ل... زمنيه لسي وبعد كده بتروح يعني عشان انا بكلمك اهو بتروح لسي وبعد كده تاخد ثلاث سنين بعد كده تروح لي مش عارف لبي بتاخد مش عارف خمس سنين بعد كده تروح لايه تاخد مش عارف عشان توصل مثلاً فيها حسبه 15 سنه مش <applause> انت المساله تخيل من 2017 8 سنين كنت زمانك دلوقتي يعني واحد زي احمد فوزي ده أوه. كان لو في كان زمان داخل على صبت. على خلص الايه وداخل على البرو انت هتبتدي كده من من الاول تخيل هتبتدي من الصفر من الصفر ما انا ده اللي بقوله هتحتاج على الاقل 10 سنين عشان تعمل مدرب عنده برو بس ابدا دلوقتي تخيل ابدا دلوقتي لا طبعا لا طبعا محتاجه طبعا ما انا بقول لك وانت يا كابتن اسلام يعني ايه استقدم الناس المميزين انا مش عاوز نظري وبس انا عاوز نظري وعملي واشتغل واطلع ناس بره لما الاقي حد مميز انت دلوقتي لما يجي حد من افريقيا لما كان يجي يقول لك انا عاوز مدرب عندك المفروض يبقى عندك سي في ل افضل 10 مدربين مثلا في الدوري المصري 1 2 3 4 بقول له خد اختار ما عندكش الكلام ده دلوقتي شوف انت فين مدربينك وفي ناسك مثلا في الدوريات العربية مش موجودين صحيح شوف انت وضعك الحالي وانت بتدور على مدربين عشان المنتخب الوطني المدربين المنتخب الاولمبي اضطريت انك انت تجيب بره بقى... طيب جبت من بره مشكلة انا انا ما اعرفش بقى هل وائل الرياض مثلا آه. مع ميكالي هيقعد على الدكة ولا لا لو مش معايا طبعا هيبقى في مشكلة لازم يعني أنا معرفش ما اعرفش هو خد الرخصة ولا طبعاً. لا لكن عصام وعصام برضو ما لا عصام جاب الرخصة البي فممكن يقعد اه واعتقد وائل اعتقد وائل خدها او عصام بياخدها على حسابه اه طبعا ممكن يكون ولعب كده على حسابه يا كابتن اسلام يبقى هو إن نفسه الناحيه الثانيه الاخ الكابتن ايمن عبد العزيز بس ايمن كده كده هيبقى هو الراجل مش عايز مصري فكده كده هيبقى قاعد ملوش علاقه بال في المدرجة. لا هو آه، اعتقد يعني. موضوع ايمن عبد العزيز هو متفق مع مع يعني قرار الاختيار لايمن عبد العزيز ان هو بقى موجود في 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 المدرجات اه اه بالظبط لا انا بتكلم على الرخصه هنا يعني انا اقصد حتى مش في كده في القرار اه مش موجود معاه المدير الفني طلب كده فيكتوريا طلب, طلب كدا. كدا. ايوه في كده طب ازاي يعني هو عايز يعني؟ كده بقى هو هو مش عايز مدرب مصري قالك انا مش عايز اساسا قال من الاول بس رجعوا بعد كده قال لك لا ده انا سمعت أيوة لا ما هو هل... طب خلاص خلينا نقول ان هو هيقعد طب هيقعد هل مع رخصه ولا معه بالزبط. مش اي اي اسم اي اكس يعني ايوه معاه اسمه ولا معاه مش احنا مش بنتكلم على ايمن منا انا, أنا بتكلم على الرخص دلوقتي بشكل عام على المدرب المصري اللي موجود مع المدير الفني الـ كفايه المنظر اللي احنا شفناه في موضوع علي ماهر بصراحه ده. يعني انا ما اعرفش كيف سيتم حله اتمنى ان يتم حله ان فيوتشر مثلا يبعت استثناء للاتحاد ال ما اعرفش بقى أنا مش عارف من ما تبقى. مش عارف والله لان هي منظرها الحقيقه اصبح غريب جدا هي الحقيقة. منظومه يا كابتن اسلام آه. المنظومه مش متطبقه ما احنا برضو بنرجع في ده. الاخر بنقول ليه احنا ما عندناش ده؟ لان ده مش موجود طب الشرط اللي مكتوب علنا ده ليه مش بيتطبق؟ مش عارف هو ده مش دورنا مش دوري لا لا ولا دور حضرتك ولا دور الاعلام كله اتحاد الكره اللي مطلع هذا الكلام هو اللي يجب ان يتم تطبيقه لابد ان يتمسك بتطبيقه صحيح اذا كنا عاوزين اذا كانت يا استاذ جمال اذا كان هو اتفاجئ بالدوره اللي كانت في المغرب هو <applause> بقى هو اتفاجئ, اتفاجئ ما... هو اتفاجئ وقال لك انا ما اعرفش انها موجوده وما اعرفش مين اللي بعته ومين اللي راح ده دليل على ايه على ان اللي قاعدين مش في دماغهم امال مين اللي في دماغهم حاجه واحده إيه بس احنا ها أه؟ في دماغهم اللي حط حاجه واحده بس احنا نشوف الاهلي رايح فين بس عاوزين نعطله يعني ولا أه نعمل له ايه ولا نشوف بس في يعني اما هو ده الواحد مش هيلاقي غير كده يعني هنعمل ايه بس يا جماعه يعني انت سبت المشهد وحتى مش عارف ترجع فيه وما قلتش حاجه يعني عاوز اسال ايه هو التطوير اللي انت خدته يعني ايه هو القرار خلاص جبنا يا عم المدربين ما هو التطوير اللي بتشهده الكره المصريه هتقول لبرنامجك ما فيش برنامج ازاي نسافر؟ ازاي نحضر بطولات؟ ازاي نعمل مش عارف ايه؟ لكن المشهد العام اللي انت شايفه بدليل انك انت حتى شكل قسم دوري الممتاز به انت لغايه دلوقتي خلاص بعد ما الانديه عملت اكثر من اجتماع اضطريت انك تعود مره اخرى للثلاث مجموعات واجلت قرارك لايه؟ للسنة الجاية الاختيار اقامته من مجموعة واحدة. السنة الجاية بقى هتأجلوا البتاع. لا رسمي خلاص إيه. أجلوه. ليه بقى؟ لأنك رسمي ما, ما أنا بقول لك اه لما خلاص. رسمي؟ ما اه طبعا بدليل لانك ايه؟ لانك انت مش محدد ومش عارف انت عايز ايه. يعني عاوز اقول لك ايه؟ ما هي الناس دي هي اللي جابتك واختارتك وقعدتك على المقعد. يعني تروح انت تعمل قرار ضدهم وتقول لهم انا هبط 30 و4 و36 ونعمل مش عارف حتى ايه حتى لو انت عندك قرار عايز ما هو ما فيش يا أيه. كابتن لازم تتحاور مع اصحاب الشان مع اصحاب الشان لان هم حتى للأساس. لو انت شايف ان على فكره هو من الناحيه القرار ده مهم جدا من الناحيه الفنيه على فكره مهم فكرة. جدا هو هيبقى هيفيد كره هيفيد ال... كره القدم المصريه ولكن ده كان موجود في مصر كيفيه تطبيقه بقى ما هي أوه. ما هي انا عارف هو زي ما استاذ محمود قال 33 نادي هينزلوا هينزل درجه ادنى كان موجود قبل كده كان موجود دوري القسم الاول ا الف ودوري ب ماشي خلاص. كانوا الاثنين ممتاز كان تعمل ايه يا كابتن اتفاجئني ولا انت بعد ما خلاص وقعدت على المقعد لا لا بعد ما تم انتخاب كان فرط تاني يا جماعه خلي بالكم احنا السنه اللي جايه عندنا هنطبق واحد فعاوزين نقعد مع بعض عشان نتفق نعمل الشكل ازاي طبعا بلاش بالكلمة. شغل انك انت تحطني قدام القطر وتكتف ايديا كده وتقول لي خلاص اتعامل أيوه. ده مشهد مشهد مربك وبقول لاتحاد الكوره بامكانك اهو ملفين يعني طور اختيار النش وسع القاعده وبلاش تخلي اللي عاوز يلعب كوره في شخص ما لعب كوره يدفع عشان يلعب كوره انت بتدور على الموهبه اللي هي تدفع لها عشان تلعب كوره مش يعني. هو مطالب انه يدفع النهارده الكارثه بامانه شديده انه دلوقتي اولياء الامور بيضطروا بيدفعوا مبالغ وبس بتسمع قصص يندى لها الجميع ناس باعت ما تملك عشان ولادها يلعبوا له وتيجي واحد ممكن يحطمه واحد ممكن طيب دي قصه ثانيه يا استاذ موضوع في منتهى الخطوره يا كابتن آه فلازم مولت مولت يتم توسيع القاعده من خلال اختيار المدربين ايضا اختار الإدارين طبعا ملف التحكيم اللي احنا تعبنا عاوزين نشوف ايه شكله هيبقى التطبيق دلوقتي ملف اللعب قانون اللعب المالي النظيف ثم ايضا ملف التراخيص وثم ملف رخصه المدربين طبعاً. اشياء كثيره جدا هيقابلها اتحاد كره القدم خلال الفتره الجايه ولكنها اشياء كلها هامه جدا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل حضراتكم اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين استاذ جمال خلينا نتكلم عن منتخبنا الوطني بشكل فني شويه بقى اختيارات روي فيتوريا ومبارتين النيجر و ليبيريا المباراتين وديتين هيلعب هيلعبهم روي فيتوريا اولا راي حضرتك في اختيارات روي فيتوريا ثانيا المباراتين اولا روي فيتوريا بدا بدايه كويسه البدايه الكويسه ان هو يعني شخصيا نزل واتفرج بنفسه واختار. اوكي. هو والجهاز اللي معاه. لكن هي المشكلة الحقيقة يعني آه لو خدنا إن المباريات دي مباريات ودية أهلاً وسهلاً. هيورينا حي... طريقة لعبه، فكره فكره إيه، الكلام ده كله. ماشي؟ والاختيار للمباراتين أنا شايف إن هو اختيار آه يعني متدرج. م. بادئ من المستويات اللي هو يقدر يطبق معاهم افكاره نعم يعني مش مع الارجنتين مش مع البرازيل آه. مع فرق يعني على قدنا برضو. آه هي الاشكاليه بقى كابتن اسلام الحقيقه يعني في التصريح اللي هو قاله آه ويمكن انا اشرت ليه في الجزء الاول يعني من الحلقه مع حضرتك اللي هو بيقول انا ما بإني آه ها وباني اوصل كاس عالم ولا اني اخد كاس الامم اه ف بيني وبينك أنا بقى مع هذا التصريح قلقت جدا. أوكي. لأنه لا يمكن أبتدي مشوار طويل لغاية 2026 وأنا مسلم النمر كده. أنا بتكلم يعني على على سجيتي. يعني أنا أقول للعيبة دول وأقول للجماهير دي يعني إحنا لسه بنقول للجمهور يا جمهور مصر المنتخب هيبتدي مشوار جديد يعمل فيه اللي ما عملوش كيروش او ما اقول له مش هوصل كاس عالم او ما وعدكوش ان انا اوصل كاس عالم وما وعدكوش ان انا اخد كاس الامم الافريقيه طيب يبقى بتوعدنا بايه اللي ازعجني بقى اكتر انه ولا مسؤول في اتحاد الكوره طلع سال المدير الفني عن هذا التصريح ممكن يا كابتن يكون يا استاذ جمال اصلا بيخفف الضغط على نفسه عشان ما حدش يدعي عليك في يعني كده مبكرا كابتن يعني كابتن الله يرحمه لا لا ده كان لسان. قبلها بشهر ولا حاجه آه. لكن انت في بدايه الاربع سنين او الثلاث سنين دول م. وبتقول انا مش جاية اعمل حاجه م. ما هو ده برضه شيء مرعب آه ماشي بس هو يعني ممكن لسه بيكتشف يعني اختيارات لسه هو هيبدا يعني, يعني يقول كده طب ما يقول انا لسه ما اقدرش دلوقتي يا جماعه بستوعدكم ان انا هحاول م. العكس ممكن يقول لك غلط دي غلطه في الترجمه ولا حاجه معلش غلطه في الترجمه <applause> كان يطلع حد يقول لنا كان يطلع حد <applause> حد بيطلع يقول لا لا ما هو برضو التعامل مع الراي العام يعني لازم يكون بشكل ارقى من كده فانا بقول انه هذا الكلام كلام خطير جدا ويجب ان يبقى هناك وقفه مع هذا الكلام لان بقول لحضرتك انا اول ما الراجل ده جه أنا أبديت إعجابي بإن هو بيحاول وبينزل يشتغل يا كابتن إسلام بنفسه وغير معتمد على أي مدربين. آه هو زار الأندية كلها ولعب الأندية وعمل كلها. عمل لقطة كويسة. فكان يعني. توجه كويس جدا. اللي زاروا أغلبهم مشوا يعني. على الأقل <applause> بياخد معلومات كمان عن أبرز اللعيبة هنا وأبرز اللعيبة لكن المشكلة إنه بعد ما يعني عشمنا. بانه هو نازل بيشتغل بايده ويعني مش معتمد طب يعني, على يعني لو كان قال مثلا ان احنا هنروح كاس العالم وناخد الأمم هيبقى كان لازم يقول كده لازم انا مش بقول كمان اجبار كي الراجل بيعمل على ارض على الواقع يا استاذ كابتن. كابتن اسلام مش اختياري ما. مش اختياري ما. ان انا اعلي طموحات الناس م. انا مش بقولك هو انا دلوقتي لما يجي مدرب اقول له لازم تاخد كاس الامم الافريقيه لا مه. ما بقولوش كده بس لو قال لي أنا مش جاي عشان آخد كأس الأمم الأفريقية، <مم> هقوله شكراً طب ما كنا نخلي إيهاب جلال يتعلم بقى وياخد خبرة <مم> أنت واخد بالك كابتن؟ هو مش هياخد فلوس كتير كده ومش هياخد فلوس <applause> كتير وبعدين على فكرة أنا ممكن أعملها تطوعاً طيب طالما ما فيش وعد بإن أنا آخد حاجة يبقى أنا مستعد أنا والأستاذ محمود وحضرتك نعمل هيئة تدريبية والله العظيم طالما مش مرتبطين بحاجة يبقى إحنا نقول يا جماعة نوفر الفلوس دي واحنا متطوعين نوعدكم ان احنا مش هناخد حاجه. طب ما طب اقول لك على حاجه. انا هوعدكم برضه <applause> نفس الوعد اللي هو ايه؟ <applause> يا كابتن لا ده استاذ محمود قال لك في 2026 في تسع مقاعد ونص في افريقيا. طيب آه 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 يعني آه آه انت طبعاً. يعني مش معقوله يعني مش هنوصل <applause> <applause> <بقى نفلها> <applause> ده ما وصلناش يبقى خلاص يبقى نقفلها خالص يعني مش عايز ما كنا فريقين من افريقيا. اه بنقول المره الجايه بقوا ثلاثه المرة الجايه بقوا اربعه خمسه وصلنا خمسه ومفيش امل بس تسعه دلوقتي خلاص طيب. كمان دايما نقعد نقول ايه طب ده احنا كده العدد زاد لازم هنبقى موجودين طيب استاذ آه. محمود برضو مباراتي النيجر وليبيريا بص بص يا كابتن اسلام عاوز اقول على حاجه احنا دلوقتي منتظرين برضو عشان نكون منطقيين في حكمنا على الراجل مش هنقدر نبدي حكم عليه في خلال المباراتين طبعا غير انه هو لابد بس ايه كيف تنظر لهذه المباراه يعني انا يعني. بكلمك يعني ايه الناس منتظره انها تشوف ايه في في يعني في جمله بتتقال في ملمح الكلام ده مش هيجي دلوقتي لانه ده اول ظهور لي وطبعا لسه بدايه موسم ونهايه موسم طويل وجهاد ورغم انه كان ليه طلبات في شكل الدوري الموسم الجديد لكن كل الكلام ده ضرب بعرض الحائط ومحدش سمع اي حد وتم تنفيذ الكلام ده المشهد طبعا هو التجميع دي كلها هو اصر عليها ابن انا برضه عاوز اقرب عاوز اشوف المباراه دي عاوز اشوف الناس ويتكلم معاهم ويقعد معاهم ويشرح وهيشوف الشغل اللي هيبان في المباراتين النيجر وليبيريا استعدادا لمرحله تانية انه هيلعب قدام كده كمان مع بلجيكا وممكن نبقى نشوف اداء افضل فانا عاوز اقول لك انه ايه نستنى انا مع الاستاذ جمال في التصريح ممكن يكون جانب التوفيق لكن عاوز اقول ان هو برضه مش عاوز ياخدك في احلام بعيده جدا ويقول لك ان انا هعمل وهسوي مم. لان ممكن ومحصنش. هو كمان لسه برضه ما حصلش يعني هو دلوقتي لو يعني, يعني هو بيهمدني. يعني أنا ايه بيخلص عليك يا استاذ يعني, يعني هو يحمدني. هو سمعك فقال لك لا بقول لك يا عم جمال آه. انا ه... يعني <applause> هو بيهمدنا من الاول بيخلص عليه عشان آه. بحس انت لا عارف انت لما تهمد ما دي مدرسه برضه يا استاذ جمال عشان لما برضه في في مدربين هتقول انا في مدربين سؤال في مدربين اتمنى تكون مناور ماشي لا لا في مدربين يتميزوا بان هم بيعرفوا يخفف لأن كل الناس قاعده منتظره وكده عارف هو اللي بيجرى حواليه واتصالاته ومتابعين الاعلام جيد انا اقول لك على حاجه انت تعرف انا لا لا رأيك. انت عاوز تعرف حاجه انت تعرف انك انك انت دلوقتي تصل لدرجه ان تتابع اخبار المنتخب الوطني وكل أخبار واللي انت عايزه والكواليس من خلال الصحافه البرتغاليه ما بتعرفش تعرف حاجه هنا ما حدش بيقول لك حاجه هنا ما فيش انت ما بتعرفش تتواصل ده إيه لا إيه؟ انا بكلمك ما انا بقول لك ايه اهو انت إيه إيه كل إيه؟ التفاصيل إيه؟ والاتصال يومي يعني لا لا انا بكلمك انا انا بكلمك شوف انت وتابع لا لا يا كابتن اسلام إيه؟ 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 لا انا عايز اعرف انا بكلمك عاوز إيه؟ تعرف تفاصيل واللي بيقولوا في توريا والتصريحات والكلام ده ما بتلاقيش موجوده هنا هتلاقيها موجوده بره اصحاب البرتغاليه بصوره يوميه هناك تقرير يومي عن المنتخب الوطني وعن الراجل بيقول ايه والبدايه الجاده والطموح فاعتقد ان هو عمل الكلام ده كنوع من ان انا اقول لك يعني يعني بالراحه ما تحلمش لان انا لسه ما اعرفش القماشه اللي معايا عامله ايه ما انا لسه هاخدها دلوقتي هبدا مباراتين على قد التدرج وبعد كده لسه ايه؟ قدامها بقى رايح فين بعد كده اقدر اقول لك استاذ دي صعبه يقول انا لسه يا جماعه ما اقدرش اوعي لا هو الراجل بيجيب معاك من الاخر بقى عشان انت بقى ايه ما تحلمش كتير قوي فخلاص هو استنى يا استاذ جمال فلا خلاص هو لكن عاوز اقول ايه استنى اوكي ما تبديش حكم نهائي لانه مش من الصالح لانه زي ما بنقول الامور صعبه مش سهله القماشه هي هي ما تغيرش. نفس نفس الوجوه قدرته هو في حاجه واحده هي الشكل هيبقى عامل ايه في الظهور الخامات اللي هيقدر يكتشفها واعتقد ان هو عنده فرصه مع بدايه الموسم والامور اهدى انه عنده فرصه يشوف عناصر اتمنى انه تظهر عناصر شباب كتير كلها دور اعتقد ان هو تدريجيا في ناس هتختفي واحدة واحدة. في المرحله الجايه واحده واحده <applause> يعمل عمليه احلال وتبديل وهذا الكلام اللي تم الاتفاق عليه في ناس هتختفي ويبقى في عناصر كده مع بعض مع المحترفين الاساسيين بعد كده استاذن الكابتن اسلام اسالك سؤال آه. انت كان قصدك تقول ايه لما قلت عايز تعرف اخبار المنتخب اعرفها آه. من البرتغال آه. معناه ايه يعني لا مفيش تواصل هنا اه مفيش تواصل ده هو هناك حضرتك ما انا رديت انا قلت لك لو انت عايز حاجه المشرف على المنتخب مين؟ يعني انت لو رحت لكابتن جمال علام سالته هيقول لك روح للكابتن حازم طيب كلم الكابتن حازم وانت تعرف طب ماشي طب ما نكلم الكابتن حازم هو هنا يعني لا مش قصدي مش هيرد عليك اه مش هيرد عليك, عليك لا مش هيرد عليك لا طبعا لا ما اعرفش الرد اصله ناس معينه الرد دلوقتي لتليفونات معينه مسجله هي يتم الرد عليها جابوا مدير اداري ها أه مش عارف برضه تتواصل معاه لانه ايه في الأصدقاء دلوقتي ما بقتش لازم يبقى أصدقاء مقفولة من زمان مقفولة على ناس معينة هي بس اللي تعرف لا موضوع غير كده يعني. فأنت أحسن حاجة دلوقتي. تتعلم البرتغالي وأنا بطالب كل الصحفيين المصريين تعلم برتغالي مم. لو, لو عايزين يعرفوا مم. تفاصيل المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي يا ريت يتابعوا بس الصحافة البرازيلية برضو تتكلم برتغالي آه. والصحافة البرتغالية بتتكلم برتغالي فريت نتعلم كلنا مع اه لا لا برتغالي الاثنين البرازيل والبرتغال اللغه البرتغاليه فنتعلم بقى يبقى احسن هي لغه كنا. وخلاص تعلمها آه. لغه واحده يعني لا حاضر يعني, يعني ما اتوفر علينا مدرس كورس يعني اجيب لكم انا مدرس يعني برتغالي اه طبعا على يعني. حساب المحطه اه طبعا <applause> ليه لانه يعني عاوز اقول لحضرتك على حاجه أنا عايز اعرف <applause> اخبار منتخب ما تقدرش ما تعرفش تتواصل مش مسموح لك ليه يا ليه لا مش مسموح لك انا بكلمك لا مش مسموح لك الناس انا مش بهزر مش بتكلم معاك مش بقول لك مش بتم مش مسموح عشان ممنوع لا ممنوع يعني الزمن انا بكلمك اهو انا مش بتكلم على شخصي بتكلم على الزملاء اللي, اللي بيغطوا على فكره عشان تصل تتخطى الحواجز وكانه الامر اصبح عشان كده بقول لهم ها هتبقى عندكم مشكله ما ينفعش لابد تحترموا الاعلام في بلدكم ما ينفعش المشهد ان انا عشان اجيب حاجه قال ابي اتكلم مع الصحافه البرتغاليه بقول تفاصيل ويعمل حوارات وانت عشان تطلب لك لا معلش يعني خلي في الدايره والكلمتين دول وخلاص وشكرا ومفيش نقاش يعني عاوز اقول لك ايه لا ما ينفعش كده مش في الصالح كنت. فالمشهد عاوز اقول لك ايه لا 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 ينافس على كاس الامم ولا ينافس على كاس العالم ولا احنا 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 نروح احنا نتمنى ان احنا نروح احنا نتمنى ان احنا نروح احنا نتمنى ان احنا نروح على فكره لا 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 لكن ولكن كبتن. انا بتكلم على ان هناك بعض الاختيارات التي قد تؤثر بشكل سلبي م. على المنتخب خلال الفتره الجايه ولكن اوكي احنا في ظهر منتخبنا لغايه النهايه كابتن الإسلام والله العظيم ارجو الا يفهم هذا الكلام على اننا ضد هذا المدرب لان ده مدرب منتخب بلدنا مصبوط. محدش فينا ضد ده احنا, بس احنا عايزين نعرف الاخبار آه بس. احنا كمان لا احنا انزعجنا بس من التصريحات ممكن. لكن هل هناك شك في ان احنا يعني عايزين <applause> المنتخب وقد تكون مدرسه اخرى مدرسه ان هو انا زي ما بقول لحضرتك كده لما م. تيجي لو ربنا كرمك وخدت بطوله ابطال افريقيا بطوله الامم الافريقيه يا رب يا رب هتقول ده ايه ده راجل هايل وكويس جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا بكاس العالم احنا متاكدين ان هذا الرجل انا شخصيا شايف ان الرجل ده رجل جيد جدا اتمنى ان هو يعمل اللي عايزه هو البداية في دماغه بتاعته جداً. ويكون الفتره اللي جايه بالنسبه أوه. له هي بدايته الأهم. على أوه. على ارض الملعب على ارض الواقع بدايه جيده شخصيته جدا شخصيته هي الفيصل ده اللي احنا سماته الشخصيه هي الفيصل آه هو واضح ان هو, هو مسيطر على الامور بس بيتكلم من قليل بلاش القفله الجامده يعني لابد يكون فيه اه يعني خلي الناس تعرف خلي الناس تعرف تتواصل لكن يقول لك ايه افتح المراد على 10 دقائق وربع ساعة و ايه يا جماعة في ايه؟ طب يعني ما هو يا جماعة ما ينفعش الكلام ده 10 دقايق كويس وربع ساعة 10 إيه دقايق 10 دقايق تصور وتمشي ما تتكلمش لا هو هو المفروض يبقى آه يبقى في حاجة يعني, 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 نشوف اللي هيحصل ايه خلال الفترة دي في تعاون اكتر من كده مطالبات من أساتذة كبار إن برضه يكون كلها مطالبات للصالح العام طبعًا. يعني أتمنى طبعًا. أن يصل هذا الأمر لاتحاد كرة القدم بالشكل اللي إحنا بنقوله أن يصل هذا الأمر وأنها مطالبات للصالح العام وليس ل... ل... لأي شيء آخر عموما شكرا جزيلا يا أستاذ جمال على وجودك معانا شكرا جزيلا يا أستاذ كتب محمود كتب على وجودك معانا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا حلقة جديدة من البيت الكبير